أنتم في الاستماع على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم، وبرنامج بكل وضوح دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. مرحبا بروفيسور. مرحبا سناء، بارك الله فيك. شكرا. الله يبارك فيك. اليوم غادي نتكلموا على الأب اللي كيفقد الزوجة ديالو، كيتزوج للمرة الثانية، فالأبناء تيفرحوا للأب ديالهم لأنهم لحقوا أن يتزوج بعد وفاة الأم ديالهم، ولكن ملي زوجة الأب كتبدا تصرف يعني في المال ديال الزوج ديالها يعني كأي زوجة يعني عادية، فما كيقبلوش وكينزعجوا الابناء وما كيقبلوش بهذا الامر على انه كتضيع المال ديالهم. فبروفيسور نبغيو نعرفوا من هذا الموضوع يعني فين كاين الحقيقه في هذا الامر، يعني هي زوجته طبيعي انه تصرف في المال ديالو وهما الابناء ديالو. اللي غنوضعوا هذا الموضوع الحساس في جهه تحليل المعلومه، ونبغيو نعبروها من الجوانب المؤسساتيه ديالها والاخلاقيه ديالها والقانونيه ديالها. شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو ان زوجه الاب هي مؤسسه قائمه، ما هياش كتعمر الفراش، ما هياش كتعمر الفراغ في واحد الجانب اللي كيخص الراجل، هي مؤسسه بحالها بحال مؤسسه الام. ف ملي كنطيحوا في واحد الوضعيه وكتلقى كل شيء عنده الحق، بحال دابا هنا تلقى واحد الابناء اللي توفات امهم وباهم زوج، وهي كتصرف في المال ديالو بواحد الشكل اللي كيبان الاولاد ديال السيده اللي توفات بانها كتضيع فلوس باهم وفلوسهم. هما من هذا الباب هذا ديال الابناء تعبيرهم راه حقيقي، وهي ملي كتمشي تجلس معاها كتقول لك راه راجلي، راه متزوجه على سنه الله ورسوله، واي امراه غتصرف في المال ديال راجلها بالشكل اللي كتصرف فيه هي، لاحظتي من الجانب ديالها حتى هي عندها الحقيقه. اذا دابا هنا كي غنديروا نفكوا هذا الخطاب وهاد الخطابات المتعدده، كي غنديروا نفكوها هنا فين خصنا نمشيو للهندسه وراء الخطاب. فمعروف عند لي لينغويستيك que pour énoncer un discours, il faut avoir une position. Et une position qui soit socio-juridique. Si on n'a pas cette position socio-juridique, il va y avoir violation de l'espace sémantique. Tajmou ? Insel Melik Ibri Yahoud Majel Flkhitab. Kerso Menzil Amakam. خصو مكانه. لهذا اي شخص كيتكلم معاك في الشارع كتقول ليه بصيفتك شنو كدوي معايا انت، بصيفتك شنو، تيقول لك بصيفتي ممثل الامن، وكيكون هو لابس سيفيل، كتقول ليه شكون اللي غيثبت ليا بانك انت رجل امن، فكيجبد البطاقه ديال التعريف ديال اداره الامن، وتقدر كاع تاكد تقول لي اسمح لي خصني نعيط، تعيط لولايه الامن تقول لهم ودي عندي واحد الشخص اللي رافع واحد البطاقه كذا وكذا وكذا، واش اسيدي كينتمي ليكم ولا لا. لاحظ هنا كنقلبوا على الصفه، عاد غادي نخاطبوا الشخص، ماشي اي شخص غادي يوقف لينا في الشارع وغادي يقول لك انا كنمثل الامن غنثقوا به، ماشي واحد شاد راديو في يده، اي واحد يقدر يمشي يشري راديو ويمثل على الناس، ولكن كاين مؤسسه اللي تتساند الخطاب ديالو وكتعطيه مصداقيه وكتعطيه صلاحيه. فهنا ما بين الابناء وهاد الزوجة الاب من ناحيه ديال محتوى الخطاب القاهم مساويا مقادين، ما يمكنش نحلو وما يمكنش نلقاو الحل، ولكن من ناحيه ديال المواقع لي بوزيسيون غادي نلقاو لا بوزيسيون ديالها هي الموقع ديالها ملي كتصرف موقع وراه الشرع والقانون، والبوزيسيون ديالهم هما عاطفيه اخلاقيه. لاحظتي شكون هنا اللي كبيره؟ كاري لا بوزيسيون لا بلوز ايلفي، شكون اللي كبيره؟ واش العاطفيه الاخلاقيه ولا الشرعيه القانونيه؟ شكون؟ الشرعيه. الشرعيه القانونيه. فهنا غادي نقول لهم هذوك الوليدات انتم راكم كتخاطبوا الاحساس، انتم راكم كتخاطبوا الضمير، هي راه عندها الصفه، هي راه عندها الصفه. فهنا علاش الله سبحانه وتعالى في القران الكريم محرم على المسلمين انه
الرجل ينكح ما نكح الاب محرم على المسلمين. باك تزوج واحد المراه ومات ماشي امك، ماشي امك، تزوج مره اخرى. المسلمين ما بقاش عنده الحق يمشي يتزوجها. علاش؟ لان هذيك الساعه تسجلات هي في لو ستاتي جوريديك ديال باه. انكرويابل شو القيمه القانون الشرعي شرقيه. اما من قبل الاسلام في الجاهليه كان الرجل يمكن يتزوج ما نكح الاب. كذلك الجمع ما بين الاختين، الاخت واختها، كان قبل الجاهليه كيتزوج الرجل المراه ويتزوج اختها. بعد الاسلام حرام تزوج مراه حتى توفى وتفوت العده، عاد يمكن لك تزوج اختها الا كيبغيو يحافظوا الناس على الشمل الوليدات وتبقى في نفس العائله. اما في نفس الوقت حرام. لاحظتوا لو ستاتيو؟ لاحظتوا دابا هنا فين كان فين التحليل اصبح عنده خطوره في المجتمع الحالي. انه الناس كيهتموا بالعاطفه وباللفظ، يعني شنو حسيتي وشنو قلتي. اما لا ستركتور جيومتري، دابا تنقول لكم راه الهندسه الخطابيه، شكون اللي كيطلق ودنو يشوف الهندسه؟ ابارتيغ دو كيل بوزيسيون، من اي موقع كتكلم؟ فمن الناحيه الاخلاقيه هنا الضمير خاطب لنا الله سبحانه وتعالى في سوره الانعام: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. اشتهى وضع علينا هنا البنيه الاخلاقيه اللي غيخاطبوا من مقامها، غادي يجي غادي يوقف قدام هادي. وكي غادي نخاطب هنا؟ غادي نخاطب بالجراه، غادي نخاطب بالحده، غادي نخاطب بالقوه. الا جيت وقفت بجنب هاد المقام الاخلاقي اللي، لان هنا راه ماشي قانون هذا. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، ماشي قانون، هذه راه موعظه. موعظه نصحك. ما معنيتهاش بانه من اللي وضعها راه هي خاليه من الجزاء ومن العقوبه، راه وراها وخاجت على شكل موعظه. ما قالش لنا حرم عليكم، ما قالش لنا ان الله يامركم، قال لنا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده. نصيحه موعظه، ما معنيتهاش بان الموعظه راه اقل شانا من ناحيه الجزاء امام الامر، راه هي عندها المحتوى الجزاء، راه هي كتجيب الخير وكتجيب المصيبه. ولكن ما يمكنش تسن عليها مسطره قانونيه، ما يمكنش تخاطب بها بالقوه. اما اللي يمكن لك تخاطب بها بالقوه هو واحد الله يستر كيشد واحد البنت من عائلتك وباغي يغتصبها، ما غاديش تعطيه الموعظه هو شد البنت كيغتصب فيها، غاتمشي تخاطبه بالقوه. والخطاب هنا يمكن لك تدخل فيه نيت جسديا لانه تعدى جسديا والقصاص غتدخل. اما هنا موعظه. فدابا لاحظتي هنا كيبقى واحد الخلط، ان عندنا في العالم العربي كل ما هو عاطفي كيتخذ بقوه كانه قانوني. صافي غير تمسيت في العاطفه ديالي تيرفع هذا السقف للمية. ولكن هي راه اولى هذيك السيده، وانا ما صراحه ما لقيت شي تعبير، اما زوجه الاب راه ناقصه شويه. شتي في الغرب كيسموها لا بالمير، الام الجميله، الام الرقيقه. حنا مرت بواه، مرت با، شكون هذيك مرت با؟ لاحظتي محقوره من ديبار، وهي راه عندها صفه. شتي هنا فين حنايا العرب كنتقبل ورقه. شتي ملي كتقيسي الصفه لواحد، كاع المحبه والعلاقه اللي بغيتي تبني مع تحت الارض. فخصنا ننتبهوا، ما خصناش نقيسوا في صفه الناس. هذيك ماما حتى هي ماما، اييه. بغاها با حتى هي امي، ماما هي امي. نعم امي. ماشي مرت با. ولا يعيطوا لها بخيلون ديالها وعايشه وسميحه وكذا. ماما. ملي تاخذ القرار وهذاك القرار تصرفات واحد المال وهي راه كبيره في السن، وحنايا خوفا حنا الابناء خفنا، ولا كيوقع واحد اللبس عاطفي ان الابن ملي كتموت ليه مو تيولي نائب الفاعل ديالها في غيابها. هي راه ماتت وكتولي بنتها ولا ولدها نائب الفاعل، بحال اللي كيتقاسوا فلوسها بحال اللي هما حاضيين فلوسها. وراه ما كيمشي الانسان للقبر مبقى عنده غرض لا بفلوس لا بلباس لا بارض لا بوالو، عنده غرض بشي صدقه جاريه ولا بشي دعاء صالح يوصل ليه.
من غير هادشي هذا راه ما كاينش اللي كينفعو. فهنا كيوقع واحد الخلط واحد اللبس كيتسمى في التحليل لانفيرسيون. لانفيرسيون هو المقام اللي كيخاطبو منه هو مقام المحبه ومقام الضمير والاخلاق، تيمشي وتيشدو كياخذوا بلاصتها هي جوريديك تو نابال دغوا، ما عندكش الحق. كتولي البنت ولا الابن تيقول هذيك لهذيك الزوجه الاب ما عندكش الحق، ما عندكش الحق ديني كذا، ما عندكش الحق. شتي مين اللي قال ما عندكش الحق؟ الى بخي لا بوزيسيون جوريديك باش يقولها. شتي بحال اللي مشى لواحد الكرسي، كرسي مكتوب في الدار ديالو كرسي القانون وكرسي العرف وكرسي الاخلاق، ومشى هو جلس فوق الكرسي اللي مكتوب عليه القانون. القانون اذا خاص الخطاب ديالي يكون موازي الكرسي. هذا كيتسمى ناغري، خص يكون ناغري، يكون اغريجي، الخطاب ديالي يكون اغريجي. نو دي مومون كو سي ايموسيونيل، حسيت به وقرحني، تيمشي كنعيط لخالتي ونعيط لعمتي وخالتي وعمتي واخوالي وعمامي، راه هاد السيده كتضيع المال ديال اللي جمعته امي معبه. شكون صيفتي انا؟ انا صيفتي مثل ولدها. وهنا من اللي مثل ولدها راه تساويت الكتف مع الكتف من وليت كنذاكر هنا. وشتي هاد البلاصه هادي ملي درت لانفيرسيون، مشيت لواحد المنزله وواحد المكان نتكلم منه ماشي ديالي، دخلت في لانسيست ستركتورال، دخلت في الفسوق. فشتي هنايا خاص واحد اللي بغى ينصحني قبل ما يقول لي واش مرت الاب عندها الحق ولا ما عندهاش الحق، يقول لي عفوا ولدي خرج من هاد البلاصه ماشي بلاصتك. عفا بنتي انت باقا مراهقه وباقا صغيره، عفا بنتي خرجي. حيت راه كيتاذى الانسان هنا، كيبقى عنده لخبطه عاطفيه، كيولي هنا واحد الكونفيزيون ايموسيونيل. اللي الشاب ولا الشابه راه ما يفرحش بالاستقرار العاطفي في حياته الا مشات تدخل لهاد البلاصه هادي، ماشي غير فيزافي دو لا بيل مير، يعني في علاقته كامله، في علاقه الا دارها مع باه ولا دارها مع عمو ولا دارها مع عمو، بحال هذاك الشاب ديك النهار اللي قال لك عمنا ما بغاش يعطينا الورد. فملي غيمشي يخاطب عمو غتخاطبو باي صفه؟ بصفه الوريث، هو راه خباك. ملي غتمشي تخاطبو غتخاطبو من صفه الوريث، وشكون معاهم كتكلم؟ كتكلم صبحتي احد الوراثه قد قدو ولا جاي تدوي مع عمك؟ فشكون اللي غادي يقدر يميز ما بين صفه الوريث، هاد الكلام صفه الوريث ولا هاد الكلام ولد اخ؟ هو راه كيشوفك ملي كنت صغير وكيهزك على كتافو ونيفك عامر بالوسخ وتمشي يشري لك حلوى، باقي عاقل لك تعس غير هو سروالك عامر بالوسخ وتمشي يغسل لك. ما غيتقبلش هو واحد الصوره ديال ولد خو صغير كاع مشلفط وكاع مكرفط كيدوي معاه تيقول له تاخذيتنا حقنا. شتي لاحظتي هنا ملي كيوقع هاد الكونفيزيون الخطاب ما كيوصلش. شنو اللي كيوصل؟ كيوصل البلبله، تتولي لا كونفيزيون. فلا بغيت نوصل الخطاب خاصني نعمر البلاصه الاولى اللي كتبان الاخر. فشنو كنبان لي؟ كنبان لي ولد خوه غادي نبقى ولد خوه، عمي نتسخر ليه، عمي حتى تدخل المحبه حتى ترجع الثقه، وفي واحد اللحظه غادي ندوي على خوتي ماشي عليا. عمي عافاك بغيتك تنصحني مع خوتي، راه ما عندهم ساكن فاش يخدموا، وعمي وراهم تيهضروا شي حاجه بحال هكا على الورث، وعمي ما عرفتش نقول. لاحظتي ماشي انا اللي كنتكلم، انا تندوي من باب الاحسان على واحد الناس. شتي حتى نستنفد هاد الامور كامله، تنستنفدها. وشتي الا كانت مصيبه الحق وطريقه في باب الاحترام والوقار والمحبه كتعطي، ولكن للاسف قليل اللي كيتأنى في هذا الباب. هذا لقائنا بكم مستمعنا مازال مستمر دائما في برنامج بكل وضوح. فاصل اعلاني وغادي نرجع مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه، واللي مرحبا بها دائما على 0522 46 52 51 52 او 0522 43 00 09. لقائنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج بكل وضوح. غادي نمشيو مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه على 0522 46 72 50 51 52 او 0522 43 00 09. من مراكش معنا لبنى. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لبنى،
بروفيسور لسنا شكرا جزيلا ما نقدرش نوصف لكم الفرحه ولا اللي كنحس بها وانا دابا كنهضر معكم وكنقول لكم الله يجازيكم بخير اكثر من ذلك والله يخليكم لهاد البلاد ولا يحرمنا من معلوماتكم بارك الله فيك لاله بلادنا ومبارك عواشركم علينا وعليك شكرا لله شكرا يا ربي امين مرحبا لله مرحبا بروفيسور كنتصل بك اليوم ما الله يجازيك بخير عندي غير واحد الاشكال مع واحد الوليد عندي عنده 11 عام انا عندي 37 عام عندي جوج وليدات عندي بنيه عندها 7 سنين وهو 11 عام وهو البروفيسور المهم صراحه لا انا كان انا السبب في هذا الشيء اللي هو فيه دابا علاش لان بحكم العنف احنا اصلا كما كتقولها البروفيسور احنا معطوبين احنا ديجا كنا فاحنا عشنا حياه ظروف صعيبه والعصا وهذا وهذا وتكشي مالوغوزمون انا ديما كنتحسر على معلوماتكم علاش ما جاوناش قبل كنا غنستافدوا اكثر كيما دابا كنحاولوا ولكن واخا ما تلقاش راسي راه باقي الحال ولكن كنقول راه يعني تعطلت بالنسبه للتربيه مع ولدي وكتبت نقول ما بغيتش نخرج شي وليدات ماشي صالحين لهاد البلاد وهاد الشيء تيأثر فيا بزاف وتنعيش ماساه بالنسبه مع ولدي دابا المشكل اللي عندي معاه هو انا حاولت معاه منين تنصنت لكم الله يجازيكم بخير الله يفتح عليكم ابو بخير كنتسناط وكنتسنى تنحاول نطبق ولكن رغم ذلك تجي واحد شويه الصعوبه في التطبيق علاش لان كنلقى راسي عاجزه باش نطبق داك الشيء كيما تتقولوا انتم سيادتكم ولا كاع الناس الصالحين اللي كيرشدونا الله يجازيكم بخير. اش من صعوبه عندك مع هذا الابن لا؟ الصعوبة بروفيسور هو نهائيا هو بعدا قلت لك انا العصا وهذا وهذا وكان ديما هو تيتبع بواحد الدرجة ما تتصورش لا انا لا الوالد ديالو تنضربوه بزاف. علاش كتضربوه؟ اي حاجة يعني اي حاجة دارها هو من صغره هو مشطون يعني هو بلا كيما كيقولوا في المدرسة عنده الطويلة الوحيدة اللي ما كتبقاش في القسم زاكية هي اللي قال فيها هو كيبقى كيتحرك لواحد الدرجة ما كتصورش من نهار دخل المدرسة وفين بدات الصعوبة أكثر من القسم الخامس القسم الخامس يعني ولا تيدير مسائل ما بقاش بحال عنده ما بقاش عنده السوق وكيحقد بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش يعني اي انسان دار فيه شي حاجه غير صغيره يعني استاذه خصمت عليه ولا هذا صافي كيبقى حاقد عليها العام كله وكيتعامل معها باسلوب خايب ويعني جيران الناس واحد لا هضر معاه شي حاجه ولا قال ليه جلس ولا بشي اسلوب خايب ولا جانو ولا عيرو صافي هذاك تيولي وعده في الدنيا والاخره. هذا الوليد هو البكر ولا الثاني؟ ايه هو البكر هو البكر. دابا كاين جوج ديال الحويجات اللي بغيتك تنتبه لهم الشريفه. كاين المسألة العاطفية وكاين القدرات الفكرية ديال الطفل. المسألة العاطفية هو الطفل كيتغدى الغداء الروحي ديالو كياخدو من حب الأم ليه ومن حب الأب ليه ومن حب الأب لأمه ومن حب الأم للأب. فالصيغة المباشرة هذيك الصيغة ما بين الأم والدري والاب والدري مباشره في العلاقه معاه هذه كتقويه. والصيغه اللي كيشوف ما بين موبه كتعلمه فوحده كيتعلم لنا صيغه التلعيب لا ديمونسيون دو ميز ان جو دو ميز ان سين اي دو ريبريزونطاسيون ملي كيشوف الاب والام في صيغه المحبه في الحوار ديالهم في الكلام ديالهم في الاعمال ديالهم في الاشارات ديالهم في الخصومه ديالهم عندك وتستهنوا بالخصومة الخصومة هي راه درس كيشوف الأب مقلق والأم مقلقة وصيغة الأدب باقية وصيغة الاحترام باقية وصيغة الواحد كيسمع الآخر. فإذا حبيتوا غير المباشر يعني الأم عرفات تبحبح على ولدها وتكلم معاه والأب عرف يبحبح على ولده ويتكلم معاه وما داروش صيغة
ديال يبينوا المحبه بيناتهم ويفخروها بيناتهم. وهنا ما كنقولش ما كنقصدش الصيغه ديال الميوعه، ما كنقصدش بانه الاب والمراه خصهم يبداو يتميعوا، حيت راه كاين اللي كيحبوا بعضياتهم وما تيحشموا، كتقرا راجل تيحشم ومراه كتحشم، ولكن في الشوفه ديالهم في الاحساس اللي كيدور بيناتهم اللي تيكونوا حاضرين، هنا الابناء تيشربوا من هذاك الحال. فإلا مشيتوا حتى تبخستوا وحده على هذا من هاد الجوج، البنيه تتكون حضرات وصيغه التلعيب تولي شويه همجي، لانه ما شافش مو باه تيحبوا بعضياتهم. ملي كنقصد بالحب ماشي معنيتها بحال الشكل اللي كنشوفوا في الافلام الغربيه كيتعانقوا ويتحيدوا حوايجهم، ماشي هذا هو الحب. هنا المحبه مقصود بها الكلمه الطيبه والاحساس الطيب في اوقات متعدده ومتنوعه. الاب دخل الحمام قال لمرته الله يخليك لما دير واحد الفوطه، مدات لي الفوطه شديتها وقبلها، الله يرحم لك الوالدين الشريف، وتضحكي وتقولي واخا خلاص الدراري، وتقول لها الدراري ما درنا شي حاجه عيب، بس الشريفه يديها. شتي كتكون في الكوزينات يدخل يدق واحد المعلقه من شي وصفه كتصيب، وتيبوس على راسه لا يخطيك عليه. شتي هو الكلمه الطيبه والحال الطيب كيتلعب انواعه، بحال اللي كدير شي بوفي كتنوعه، ملي تيكونوا كياكلوا كتعطيه دغيمه في الفم ديالو، تعطيها دغيمه في الفم ديالها، تيشربها تتشربوا حتى العيب. ملي تيكونوا غادي خارجين هي سبقاته ولا هو سبقها، تيقاد لها حوايجها ولا كتقاد لها حوايجها، حتى العيب. هنا الطفل تيبدا كيتحرك عنده لونسومبل ديال لي بول، ما كيوليش بولاريزي غير في واحد الجهه، تيولي تيتحرك، مره لو بول كيشد لو نور، مره لو بول كيولي شاد لو سود، فلونسومبل ديال لو سيستم غرافيتاسيوني كيبدا يتحرك، فتبقى ماده سلسه. ولا مشات دار لا بولاريزاسيون، ديك الساعه صافي غادي يدخل في الاستهلاك، غتوقف الشخصيه، غتولي حاده، خاصها تبقى سلسه مانيابل. هاد الشيء دابا شي كولون نحطوه بوحدو ياك، وغنمشيو نشوفوا البنيه الداخليه للاشخاص. عندك لالا واحد الجرس مدلي في واحد القنبه في واحد الساحه، وتيرن تران 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 تران، كتمشي كتسكتو كتزكي، تدوز خمسة دقائق عاوتاني كيبدا تران 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 كتزكي، عاوتاني جوج دقائق تران. شكون اللي كيزعزعو هنا؟ شنو شكون؟ البرد، البرد كيزعزع داك الجرس، معمر الجرس ما غيسكت لك من الرنين، غيبقى ديما يزن عليك، لان هو جرس، هو عنده واحد الحديده الوسط وعنده واحد الغراف تيحركوا البرد كيبقى يضرب. اذا الا بغيتي هذا الجرس ما يبقاش يتقرقب عليك، شنو خصك دير؟ خصك تحبس البرد. والبرد منين جاي؟ جاي من الوالدين، من اشياء عاشتها هي، من نهار تزوجاتو، من نهار حملات به، وما كيخصفيوش الناس الصدر ديالهم، لا المراه ولا الراجل. انا شنو قلت لكم على العقوبه؟ قلت لكم شي تعطيو عقوبه مره في الشهر كتقر عام. الا مشيتي تعطي عقوبه وكانت الظرفيه مناسبه، ماشي اي ظرفيه، ظرفيه مناسبه، يعني شكلت خطوره على الدري ولا على شي واحد في عائلته، يعني راه كتكون اكسبسيونال استثنائيه العقوبه، وتدير العقوبه للدري، وتعاود يدير لك الامر بعد غدا، ويعاود يدير الاسبوع الجاي، وتعاود تعطي العقوبه، ويعاود يدير. فهنا كيبين لنا بان هذاك التصرف هو من اعراض بنيه اضطرابيه، سي ان سامبتوم. اذا ما خصنيش نمشي نقاوم هذاك السامبتوم بالعقوبه، كانني عندي شي واحد الله يستر ضرب فيه الكونسير، وبداو دوك الخالات ديالو تيتنفخوا وتيمرضوا. اش كيدير كل مره؟ كيحيد خاله. ديك الساعه هذاك تحيد الخالات غادي يعفيه من الكونسير اللي في الجسم ديالو الداخل. شنو خصو يدير؟ الشيميو، خصو يتريتي كل شيء شيميو. فهنا لابد ما خص هاد الام وهاد الاب يطرحوا واحد السؤال، علاش ما قدرناش نستقطبوا ونجذبوا هاد الولد بحبنا؟ لانه هو راه بحال العيار، الا استقطبتيه كيتم جاي 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 كينجذب وكينجذب وكيلصق. اما الا كان العيار ديالك ضعيف وما استقطبتيهش، ايوا للاسف راه تيبقى كيدور اون فري بحال شي ورقه مسيحه في الهواء. إذا سمحتوا مستمعينا غادي نتوقفوا للحظات مع فاصل، وغادي نرجعوا نواصلوا باقي المكالمات اللي كنتواصلوا بها دائما في برنامج بكل وضوح.
اذا مستمعنا نرجعوا لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه، ناخذ مكالمه اخرى. سعيده من دار البيضاء. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سعيده كداري، لاباس عليكم؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. هادشي كيقولوا انهم كيتخلعوا، انا قلبي شاد لوطاروت. الله 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 الله، مع حبابك وخوتك يا لاله، مع حبابك وخوتك. ربي يخليك. كيقولوا باش نبدا، انا نبدا بسم الله الكلام. الله الله. ونتني في النظام. الله الله. شغلي زيان على محمد الهادي. تبارك الله. وهي الغافل فين غادي. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. زعما نهار كبير هذا اللي انا كنتظاهر معاك. مرحبا بك. وغيرتي فيا بزاف ديال الحوايج. لا اله الا الله. بزاف بزاف ماشي شويه. الحمد لله. وليت سعيده اخرى قبل وبعد. اللهم لك الحمد. الله يجازيك بخير يا ربي. امين. شكرا حبيبي. يعني واخا الله يعطيك الشجاع سيد النبي. لا اله الا الله. الله يعطيك الشجاع سيد النبي، والله راك عظيم. مرحبا لاله سعيده. راك عظيم والله. احبكم الله ورسوله اختي. بون، انا سعيده من الدار البيضاء، عندي 29 عام، باقا سيليباتير، خدامه في لابوغاتواغ. المشكل ديالي ما عرفتش مشكل ولا، نتمنى انا تكون نزوه عابره. تكون غير صعوبه ان شاء الله، غير صعوبه. ان شاء الله. واحد السيد كان عرفته في الفيس، في الانترنت. كنهضر معه هذا، واحد النهار خد تليفوني، خد تليفونه، ولا كيعيط ليا. كي دايره لاباس؟ الحمد لله. هادي بابليس، انا ما نقدرش يعيط ليا وانا في الدار وهذا، ما انا ما عنديش داكشي، دارنا ما عندناش داكشي. من بعد ولا كيصيفط ليا ميساج، انا شويه غادي نكون اونلين، انا هادي وليت كنقول انا وانا مالي يكون اونلين ولا ما يكونش، انا مالي اشنو زعما شنو الغرض بهذا اللي ميساج وداكشي. بقيت كنهضرو كنهضرو، لقيتو محترم، لقيتو كيعرف في الدين، كيعرف شي حوايج، عنده واحد الثقافه ديال الدين، ماشي ديك المتشده وديك وليت كنعرف الله عز وجل بواحد الطريقه قويه وبواحد الشكل اللي هو جميل وجميل بزاف. بقينا غاديين هي هذيك، ولفتو سيت باسي، ولفتو وليت انا كنعيط ليه، وليت انا كنسول فيه. صراحه ملي كنغبر، ملي ما كنبقاش سيمانه ولا عاده يومين ثلاث ايام، كيعيط ليا يسول عليا كي دايره، لاباس فينك، ماركياك لاباس، لا والو، غير هادي ولا هادي، مشات هي هادي. امتى غنحس غنتشوكا؟ ملي هاد الايام قال لي على واحد السيده كيعرفها حتى هي، وهو كيدير الخير، بغى يدير فيها خير، عندها مشكل مع دارهم، بغاه في دارهم كيجريو عليها وداك الشيء، قالك ما بغاش يخرجها للزنقه. انا غادي، قال لي غادي نعاونها في الكرا ونشوف لها خدمه وداك الشيء. قلت لي ايه، حنا أمة ديال الخير، حنا أمة نديرو الخير، ولأني تتعرف حيت هادو الوالدين ومقام ديال الوالدين، تتشوف واش هي اللي تشوف القادم اللي كيبغي يحكم، راه يشوف هكا وهكا، ما تشوفش على البنت. تقدر تكون كاذبة ولا باغا توصل لشي حاجة، قال لي أنا عارف، أنا واخد الحيطة والحذر، زعما تكون باغا تحرك العاطفة ديالي ولا هذا. قال لي وبكيت حتى أنني مهم علينا. انايا في الليل بديت كنفكر، كنقول وهذا غيجيبها، غيولي يسولها اش خاصك من هنا من ليه، وبديت كنقول وانا مالي ويتزوجها كاع وياخذها كاع، انا شنو هذا. لقيت كاينه شي حاجه ما فهمتش انا شنو هي، المهم شي حاجه اللي انايا حسيت بحال شي حاجه ديالي، وهي هو راه ماشي ديالي، هو راه ما قال لي والو، ما قالش انا لا باغيك الزواج ولا باغيك هذا، كيقول لي عزي عليا، هذه شافني شافني وانا كنكتب الزجل، كتبت عليه، كتبت على ذاك اللقاء حيت كان اول لقاء في حياتي بشخص ما كنعرفوش، وقريت عليه وبكى وبكى وبدا كيعاود لي على قصه كانت في حياته. قال لي هذه القصه خلاتني انني ما نحاولش ندير غولاسيون، وانا قلت ليه حنايا امه ديال الانحر، انا متبع كلامك. قلت لي حنا امه ديال الانحر، حنا امه، قلت لي اللي كيسيل الدم ولكن كيفرحوا كيتفاجطوا كيديروا الشوايه ويديروا براديه، حتى ما كيبقاوش خايفين ومقابلين لهذاك ويبكيو. قلت لي حنا امه ديال لا، وبادين باللا، فيها النفي وفيها التوكيد. مراجعه الدروس. فيها النفي وفيها التوكيد. غادي تخلعيها بنت عمي، غتخلعيه غتخلعيه غتخلعيه. ما عرفتش. غتخلعيه. قلت لي حنا ماشي ما نبقاوش متشبتين في الماضي.
قلت لي قطع، قلت لي ولا بانت لك، قلت لي بغيتيها سير. قلت لي الجرح بنادم ملي كيتجرح راه كيشوف جرحه، كيدير بيطادين دير الدواء الحمر وغادي، قلت لي ماشي كيخليه يسيل وغادي، وبداو يقولوا هذاك راه حمق مسطي، انت تولي في الداخل ديالك عايشه بوحدك ومقهور راسك. قلت لي لا سير تزوجوا وطلقوا، راه مولدوا الاولاد وتفارقوا، في الحياه كتستمر. ودابا دابا انت بالنسبه لك لاله سعيده، شنو اللي بغيت شنو اللي مقرحك، شنو اللي مضرك؟ انني ولفت وشفت فيه شي حوايج اللي صالحين ليا، وانا شفت فيه شي حوايج اللي ربما نقدر نعاونه. وقلت ان هذيك غادي بحال شي حاجه خاتها ليا. لاله سعيده، لاله سعيده، نعم اسمع لي عفاك الله يرضي عليك. نعم دابا العلاقه الحقيقيه ما بين رجل ومراه كتقتضي الكشف، كشف، خصك تكشف على نفسك الاخر. معنيتها ملي كنكونوا في اتصال مع فيسبوك وفي اتصال بالتليفون ما كاينش الكشف، كاين الصوره الاصطناعيه اللي تيصنعها الذكاء ديال الشخص والعقل ديال الشخص والتجربه ديالو، تيصنع صوره بحال ممثل. ممثل دابا ملي كتشوفوا واحد الممثل هكا ديكابريو ولا في الادوار ديالو في تيتانيك، على مالو في حقيقته هو بصح تيحب هكاك، كان كيحب هكاك وراه ما عارف فين وصل، ولكن النص ديال الميترونسان والوجيه ديالو وهذاك التسيير ديال المخرج والفريق ديالو تيخرجوا منه واحد الصوره صافي كيشوفوها كيسجلوها. اما هو راه دار اربعه ديال ليزيسي مزفتين، الخامس هو اللي صدق. فهنا علاش كنقول لكم راه ما كاينش واحد الصفه اللي ما كيسميوه الناس بعلاقه، كتقول لك انا على مع على علاقه، راه ما كتعطيكش الصفه. احنا دابا مازال غادي نرجعوا للصفه. فالوقيته اللي كتطرح مسكينه سعيده السؤال كتقول لك وانا مالي، شتي ديك الساعه كتقلب على الصفه، كتقول باي صفه انا كنقلب. فهنا انا كنقول لاله سعيده ولجميع الناس اللي راكم غتصدموا ملي غتكشف الحقيقه، راكم غتصدموا. فوقاش الانسان كيكشف لك على حقيقته ملي تتسول وكيعطيك الفرصه فين تسول عليه، تيقول لك لا انا ها كيفاش داير، بالكلام ديالو تيعبر، ولكن تيفتح لك الباب تيقول لك الشريفه ها فين تنخدم، ها الناس اللي كيعرفوني، ها القهوه اللي كنجلس فيها، ها المسجد اللي كنمشي نصلي فيه، ها الفقيه اللي قريت عنده، ها الناس اللي في الحومه اللي كيعرفوني. والله يخليك خذ وقتك وسول، خذ وقتك وسول. فملي كيعطيك القدره انك تكشف عليه، علاش حنا ملي كنمشيو لعند الطبيب تيكشف علينا الطبيب، ما كيكتفيش بهذاك الشيء اللي كنقولوا، ودارني الضلعه، ودارني جهه الكلوه، وفيا البرد، هذا راه غير الاقوال. اش كيدير هو؟ تيكشف، يعني غادي يمشي ما وراء الخطاب ديال المريض. فراه كذلك هذا لاله سعيده ما عطاهاش هو القوه فين تكشف، خلاها غير في الصوره. وهنا فيما تشوفوا شي واحد، كنصح انا الفتيات اللي في علاقه مع شباب فيسبوك، ولا ذكر فيسبوك الله يخليكم، راه انا ما عنديش اي صفحه ديالي في فيسبوك، انا متعمد ما نوضعش الصفحه، فاي هذوك الصفحات اللي كتشوفوا فيسبوك حامل الاسم ديال مام المراه كديربي راه ما عنديش علاقه معهم وما اتصلوش بهم، انتبهوا راهم شباب ناس كيلعبوا ضرب راسهم. فاي واحد تشوفوه تيتعطل في العلاقه تيبقى يخليك غير في هذيك les échanges يعني غير في التواصل بونجور سافا وتلاقاو نتاكرو بونجور سافا، عرف هذاك خايف على شي حاجه غتكشف في شخصيته، مضطرب في نفسيته، ما عندوش قدره على المحبه، عنده مشاكل في شي بلاصه، لان شكون هو اللي زاعم اللي ماشي في كرش ولا عجينه؟ كيجي ماشي زاعم انه يجي يخطبك ولا يجي يتكلم معك، وراه قلت لكم يجي يعطيك يعطيك القدره تكشف عليه، تيقول لك على لا انا خدام في هذه البلاصه، ساكن في هذا الموضع 20 عام، تخيل جيت تلقاه كيرحل كل مره، راحل ساكن هنا عام زاد رحل مشى سكن، ما الناس ما كيعرفوكش ملي كتسكن عام عامين، ملي كتسكن حدا الناس 10 سنين 15 عام تيحفظوك الناس، ما يمكنش الجيران ما يعرفوش واحد راه مسطي ولا مقر العمل ولا بالك. كذلك العمل كتلقاه خدام 6 شهور حيد مشى لبلاصه اخرى ما يعرفوكش الناس، ملي كتكون عندك 5 سنين فما فوق في واحد العمل تيعرفوك الناس. كذلك الناس كتصرف معاهم، كتاخذ السلعه وتعطيهم فلوس وكتصارف معهم كتمشي عندهم، الله يخليكم الدين تاع هذاك السيد كي داير، واش كيردينه ولا لا؟ اما واحد ما يعطيكش ناس مع من كيتصارف،
ما يعطيكش ناس اللي كيصلي معاهم في المسجد، ما يعطيكش ناس الجيران ديالو، ما يعطيكش القوائم، ما يعطيكش القدره باش تكشف عليه. خاف على راسك، لان ديك الساعه غادي تكشف عليه باش بالاحساس ديالك المغلوط، لانك انت مزعوط فيه، انت باغيه، فرحتي دابا هي بدات كتسني ليه على انه صالح ليها من خلال ما شافته من تصرف يمكن يكون اصطناعي. وتخيل يكون بصح اصطناعي تصرف، وديك الصوره اللي عطيها تكون بصح اصطناعيه. فهذا بعدا ما هواش رجل صالح اللي بغي يدير الخير بهذا الشكل. بغيتي يدير الخير في وحده جراو عليها والديها وتمشي تكري ليها وتعطيها الفلوس باي صفه، لا بغيتي دير ليها الخير غتصل بجمعيه وغتعطي الجمعيه العنوان ديالها وتقول لها الله يخليك لنا، انا ما باغيش ندخل شي شبوقه نولي في مشاكل، لان غدا تحمل ودير كرش وتجي تسبيها فيك ثاني تقول لك انت سير حيده. كريتي ليها وكتعطيها الفلوس ومالا صعيب عليك تطلع في الليل وتقول لها عمري لي بردتي. اذا هذا شنو كيدير؟ هذا دخل في الشبهات، تصرف فيه الشبهات، واللي داخل في تصرف فيه الشبهات هذا ما عندوش لا زون سيكوريتي. هذا بحال شي واحد كيسوق بلا صمطه، شي واحد غيصايق بلا صمطه عاكوت فرنساك ويدخل في باربريس. اذا خصنا نسوقوا بالصمطه والارباك. ملي باغي يدير الخير اتصل بجمعيه بحال اللي كنديروا حنا، ملي كيتصل بشي واحد من حنا كنعيطوا عليه من التليفون ديالنا، من حنا كندخلوا مع الاتصال المباشر مؤسسه الوسط تنعيطوا للجمعيات. الله يخليك الجمعيه الفلانيه، سير سيدي عند الجمعيه، بغيتي دير سكانير سير المصلحه الفلانيه. اما انا غير شخص وحنا غير اشخاص كنعطيو في سبيل الله المعلومه نوصلوها للناس. اما هو اللي دخل دابا طرف ولكن باي صفه؟ بدون صفه. اذا حنا تنقول لك انا سعيده، ردي الباج من راسك. لقاءنا بكم مستمعنا مازال مستمر في فاصل اعلاني، ونرجع نواصلوا باقي المكالمات. اذا نواصلوا باقي المكالمات معنا منيا. الو منيا من سلا. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا، عيشكم مباركه علينا وعليك. السلام عليكم. السلام الله. كيف تدري؟ لاباس عليك؟ لاباس لا منيا، مرحبا. لاباس لاباس بخير. هذا نهار كبير هذا، شكي الخط بكم يخليك طول عمرك يا ربي امين. الحمد لله. تفضل. سي دريبي عرفني بدا مسافك شويه. شحال في عمرك؟ 30 سنه. مزوجه ولا مازال؟ مزوجه. ما كاينش وليدات؟ عندي جوج بنيتات. تبارك الله. شنو السؤال لالا؟ انا عندي واحد المشكله، كنت هاجرت هاجرت لبرا في السير لاسبانيا في 2006 هكاك، وبقيت 3 سنين هكاك ولي بنتي تزل تما. وبغيت بغيت واحد النصيحه ولا توجيه ان شاء الله. البنت ديالي تزادت تما في اسبانيا، كانت اقامه ديال 3 سنين على اساس ندير واحد العطله المغرب. مي مشيت 2006 ما هبطش للبلاد حتى 2009. ملي جيت لهنا وقعت شي مشاكل في المغرب، وقعت شي مشاكل الاوراق من الاوراق داهم ليا. شكون اللي داك الاوراق؟ ما فهمتش. الزوج ديالي. كيفاش تخاصمتي انت وياه؟ خدا الوراق ديالي. لا لا لا، على اساس ان خاصني تصغب شي وريقات تما. من بعد من هذا قالك لا، بقاو الوليدات شويه تيكبروا، انت مريضه انت هادي ولات صغاري وبزاف على الكاري. صافي قلنا الانسان ما خمم من هذه الناحيه، واحد لافونتاج زوين. من داز الدري مرضوا ليا هنايا، هذا بنت مرضات ليا نديها تما نعاود هي تما، كاين عنايه، كاين شحال من مساله تما لافونتاج ديال تما. قالك لا، يبقاو في المغرب، ما يرجعوش للبلاد، ما يرجعوش لاسبانيا. وراجلك دابا بقى هو تما وانت جيتي انت وبناتك هنا؟ انا في انا دابا في المغرب. وشنو السبب ديال الدخول ديالك اللي جاك ترجعي للمغرب؟ زياره عائلي. كيفاش؟ لا، وقعت هذا، وقعت رجع لهنا تيجي يشوف ولادو، يشوفني انا، المصاريف تيقوم بكل شيء. لا منيا، عندك الخطاب ديالك مقطع. نعم. شتي دابا كتعطيني المعلومه مقطعه. من حيتاش؟ دابا ولدتي دخلتي المغرب ما فهمت والو. على اساس زياره. جيتي للمغرب بعد 2006، بقيتي من 2006 حتى 2014، فوقاش دخلتي المغرب؟ لا ماشي 2014، 2009. من 2006 حتى 2009 انت في اسبانيا، من 2009 جيتي تزور عائلتك هنايا في المغرب، راجلك جا قال لك بغى الوراقي ديال الوليدات ديالو يصيفط. لا داهم معاه، استناهم داهم معاه. كان شي وريقات، شي مسائل ديال على حسب الدراري. فهادشي في 2009 في العطله راجلك رجع لاسبانيا، دا الوراقي ديال الولاد معاه.
باش يصيب شي حويجات تما في اسبانيا. اوراق ديالي بثلاثه بينا. شنو هما هاد الوراق اللي غيصيب الوراق ديال ولادك؟ شنو هما؟ كان متعلق بواحد الوراق ديال دخل وحده في الضمان الاجتماعي وحده في حسب كان شي اعانه اعطيهم واحد القانون تيدوز واحد الفتره عادي يدفع للبنات. وهذا الشيء ما كانش ما كانش بامكانه يداروا انت تما حضره؟ لا كيفاش؟ لا ما كانش كاكسات هبط المغرب وهذا منين شاف الدراري مرضوا هذا كيصافي زبقاي تيولوا مزيان ويشدوا شويه صحتهم كساعة نجي ان شاء الله عندي كونجي عندي كونجي كساعة نديك نديك ندي البنيتات بقات هنا قالت لا صافي البنات يبقاو في المغرب خاص مشاكل ما هنا دخلت العائله عائلتي وعائلته منين تراجع في القرار ديالو هذا لقى الوريقه ديالو الوريقه الورق وفاو. فاش نقدر نساعدك لالا؟ ما كانش توجيه واش عندنا الحق باش نرجعنا وبغى يرجعنا وما عندناش امكانيات باش يرجعنا. واخا ما عندك راي في هذا الموضوع. مرحبا. شكرا الله يجزيك الخير وشكرا مرحبا. ناخذ مكالمه اخرى بروفيسور معنا عبد العزيز من المحمديه. الو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. كيدير دكتور بخير؟ مرحبا سيدي عبد العزيز. مرحبا. بارك الله فيك. مرحبا. بغيت نحكي لك على واحد المشكل. تفضل خويا تفضل. كان واحد الاستاذ كيجي عند الدار يقرد ولدي في الدار كيدير له السوايع. المهم هذاك الاستاذ كان تخاصم مع مراته. المدام كانت قافيه كتسولو مره مره تعيط في التليفون كتسولو كيبقى هكا زعما صالحت واش هذه. المهم على ما اعتقد انا ما ديك هو السؤال تطور لواحد شي حاجه اللي ما هياش. ما فهمتش. ولاو ما بقاوش حد من حد السؤال من بعد ولاو كيهضروا على شكون اللي كيسول؟ المدام كانت كتسولوا على المدام ديال واش هذه زوجتك انت كتسول هذا الاستاذ شنو المشاكل اللي عنده ما بينه وبين زوجته؟ لا واش صالحوا ولا ما صالحوش ولا هذا؟ اييه بحكم احنا عشنا واحد الفتره ديال المشاكل حنا. المهم هي كتعاود لي هو كيعاود لي شي شويه داك الشيء تطور تطور بحال لا حب بيناتهم. يلا زيد كملنا هاد اللي انا ولا عندي شك ان هذاك الاستاذ ملي كان جي لابوزيسيون ديال البركه ديالو ولا شي حاجه كتب عليا شي حاجه ما هياش. قد امور غدا هكاك زاد حويجه مشات للدار. هادي زوجتك؟ نعم. واش انت درتي معها شي حاجه وقلتي لها شي حاجه؟ لا باقي دابا دابا مشات للدار ومرديتها. علاش مشات؟ شنو السبب؟ شنو السبب باش مشات هي للدار؟ بغات تطلقني. علاش؟ علاش؟ تقول لك تبغي هذا. هكا صرحت لك بهذا الكلام؟ لا ماشي صرحت، انت مشات للدار ومرديتها. واحد النهار انا حيت فرقنا الفراش كيبان لي الضوء الضوء ديال التليفون من الزجاجه ديال البيت. لا حول ولا قوة. المهم مشات هذيك كان الدري عنده حفله مشينا للحفله رحت للدار حيت كتمحل النوامر وتمحل الميساجات وتمحل كل شيء. رجعت للدار قلبت عيطت على ديك 580 عطاتني بان كاين واحد العدد ديال الميساجات هي كتسالهم 7600 يعني تستدير خرجات اكثر من القياس وهضرت اكثر من القياس في التليفون. جيت لعندها في العشيه قلت لها عندي اما تقول لي اشنو كاين ولا راه لا بيس راه سميتي غنمشي للصفات غنجبد المؤمر مع بكات راسي وغادي نعرف الحقيقه كلها. ودابا هادشي انا درت الا كانت شي حاجه غادي نهضروا على حساب ولادي ما يسمعوش على انهم وصلت لهذا الشيء. المهم قالت لك طلقني. دابا الامور باقي هكاك هي اصلا عندها سكر وما عندها ما عندهاش مع لا بيسكسيال. لا حول. وهذا الراجل يعني واش عنده شي امتيازات واش عنده شي حاجه اخرى ما كاينش شي حاجه زعما واش عنده شي فيلات ولا عنده شي طوموبيل ولا ما شي حاجه ديال التهمير باش هو هذا المعني من الامر. فتحتي معاه الموضوع ذكرتي معاه قلتي لي شي حاجه؟ لا هو باقي مزوج ولا مطلق مرته تو؟ لا ربما على ما سمعت انا ربما ردها رد مرته. لا حول ولا قوه. واخا استاذ نعطيك راي في هذا الموضوع اخر. مرحبا. تحياتنا لك عبد العزيز من المحمديه مشكور على تواصلك. ناخذ مكالمه اخرى من بعد نجاوبوا. معنا فاصل ونرجعوا نواصلوا باقي المكالمة. مكالمه اخرى بروفيسور معنا سعيد من قنيطره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سي سعيد. كنشكركم بك على البرنامج وعلى النصائح المفيده اللي كتقدم الناس. مرحبا سي سعيد. الله يخليك. سمعت لك على واحد
الاستشاره بارابور واحد لو بروبليم بيرسونيل ان شاء الله. اون فات فجوي في لا بيريود ديال الخطبه وكنت تعرفت على واحد البنت فيا انترنت. فوالا تعرفت عليها اون سيتي شونجي ان بو لي زيدي و لي برانسيب ديال لا بيرسون و بار لا سويت لقيتها و ان سيغتان مومون خطفتها. كانت عندي في لو ديبي افون الخطبه كانت عندي اون هيزيتاسيون في الكوتي ديال خليك شي لا بوتي ديال لا بيرسون الزين ديال لا بيرسون كوتي ايتود نيفو ديتود كوتي فامي كوتي ديال الدين لا بيرسون يا ريان ديال ابخي فاش خطبتها تعرفوا لي فامي ودابا تقريبا بليس كو 7 موان ديال فيونساي ليزيتاسيون بقات بحال قلتي غدا وكتزيد ولقينا بلا بيرسون بحال غادي تنقص وبقيت ما بين البينين اللي بغينا نقولوا بحال ما عرفتش واش نكمل واش نرجع للور وقت نكمل وصدق ليزيتاسيون تبقى سات ابخي لا اله الا الله فايت لك خطبتي لا سي لا بروميير فوا اول مره بالنسبه لك شنو هو اللي دخل فيك هاد الدهشه؟ واش شي تصرف جا من عندها؟ اولا غير انت الخواطر ديالك خاطرك اللي تغير بوحدو؟ لا او كونتخيغ لا بيرسون كتعامل معايا مزيان بزاف كاع. شحال في عمرك سي سعيد؟ 30 شحال؟ 30 30 عام. انتم في العائله انت الكبير متوسط الصغير؟ لا الصغير. انت صغير؟ مزوجين خوتك الكبر منك؟ اييه. كي دايره ظروفهم العائليه؟ مزيان الحمد لله مستقرين مع عائلاتهم مع رجالهم بخير وعلى خير. نعم مستقرين الحمد لله. بالنسبه لك اللي مدهشك هو انك غتصبح زوج ولا غتصبح اب؟ لا ما كاينش الدهشه في هاد لي دو كوتي. بحالاش؟ ما كاينش الدهشه لا في انني غادي نصبح زوج لا في انني غادي نصبح اب لا في زعما بحال قلت شي زعما الحياه الزوجيه ما خلعانيش. شنو اللي خلعني؟ اللي خلعني هو الارتباط بهاد لا بيغسون اون ايلمام. دابا انتيا اتصلتي بها عجباتك ما عجبتنيش فيزيكمون ما عجبتنيش ما عجبتكش الموين لا ما عجبكش وغادي خاطبها علاش ماشي ما عجبانيش لا بيرسون بحال قلتي مقبوله ماشي زوينه لا ولكن دابا واش سمعتي الجمله اللي قلتي فهمتك قلت لك انا عاجبك قلتي ما عجبانيش لا فوالا ما عجبانيش وماشي ما عجبانيش زعما جيت في لو ميليو دي شوز سي سعيد يعني لا بيرسون بحال كتشوف اون بيرسون كتكون زوينه كتعجبك سي سعيد دابا انا عيب بحال المرايه كنرد لك الصوره اللغويه كنرد لك الصوره اللغويه اللي كنسمع قلت لك هذه السيده عجباتك مشيتي خطبتيها رديتي عليا ما عجبانيش ملي رجعت الكلمات ما عجبانيش وليتي كتحول فيها كتقول لا مويان لا شويه لا بارفوا المصطلحات اللي كنستعملوا سا غوفليت با فريمون شنو بغيت نقول انا بيتيتر ما لقيتش المصطلح لاديكوا باش نقولوا انا كما قلت لك باش نشرح لك هذا ما عجبانيش لا بيرسون فاش شفتها لا بروميير فوا ماشي قلت اون بيرسون راه زوينه وعجبتني شي كتشوف اون بيرسون زوينه كتعجبك ولا كتشوف اون بيرسون يا ربي سمح لي فوالا فوالا قبيحه فوالا كتقول راه ما عجبتنيش هاد لا بيرسون جات او ميليو دابا انا عارف سيدي سعيد نعم سيدي انا ما شغليش تكون او ميليو ولا الفوق ولا التحت انت موقفك من هاد المراه هادي سولتك واش عاجبك جاوبتيني ما عجبانيش ما تعطينيش المعدل ديال الجمال ديالها لا تبعتي معايا ماشي مهم تعطي المعدل المهم واش كاين واحد الانجذاب واش منجذب ليها فوالا انا فاش قلت لك او ميليو ماشي باش نعطيك المعدل مي غير باش نشرح ديك الكلمه ديال ما عجبتنيش فاش كتقول لي ما عجبتكش واش كتهضر على الفيزيك ولا كتهضر على الفيزيك التعامل على الشخص كامل يعني واش كتبغي تبرك معاها بالساعه بالساعتين وثلاثه السوايع واش ما كتسخاش تنوض من حداها واش ملي كتغبر عليك كتوحشها وكتعيط لها في التليفون هذا هو الاعجاب واش هادشي كاين نقص يا ولد عمي جمع راسك ما تزوجش انت باقي ما موجود ماشي المشكل فيها هي المشكل فيك انت باقي ما جمعش راسك انت كيف تيقول المغاربه من هذوك اللي عشاق ملان يعني ها هو شافها عجباتو ها هو حدق فيها مزيان ما بقاش زوينه ها هو دوا معها شويه لقى فمها عوج ها هو شويه مشات لا كيخص الراجل يكون تامر ناضج ناقد الراجل الحاجه ديالو في المراه ماشي هو المراهق خصو ما يشمش في ريحه العرق
خصو ما يشوفش الدفال في فمها، خصو ما يلقاش شعرها مايل، كي خصو يشوف صوره ايقونه المراهق. الى السيده عاد فلات في مشوار كيعيف، الى شافها غامس حاتني فات يعيف، الى طلعت ريحه العرق منها كيعيف، باقي ماشي بنادم هو ديك الساعه، لانه كله في عالم الخيال. الراجل مرته تعرق ولا ما تعرقش، يطلع الدفال تمسح مشوار تمسح نيفها، بنادم بنادم. تنمشيو تنقلبوا على الاستقامه، وتنقلبوا على الهمه العاليه، وتنقلبوا على الثبات، وتنقلبوا على الصبر، وتنقلبوا على المثابره. وكنشوفوا هذا الشيء الى تحط في صيغه الجماليه. شنو هي صيغه الجماليه؟ هي ان هذيك المراه في المثابره وفي الصبر وفي الجهاد ديالها لا تنسى واحد القسط من صيغه المتعه، فتتعطي لوجهها واحد الحلي، وكتعطي الهندام ديالها واحد الحلي، فكتولي بالعلاقه ديالها وبالعرف ديالها في التصرف وفي المعامله كتصبح جوهره جميله، ولو ان ما عندهاش حروف الجمال. اما الصوره الايقونه بحال اللي كيبيعوها لينا القنوات القنيوات قنيات الرنب مع السلوك اللي يطحنهم ان شاء الله لهاد الصور الايقونه ديال امراه مقاده في نيفها بلا شيغورجي استاتيك، ناري وتخيلها وهي دايره عمليه. دابا كيبانوا عليكم زوينه كتعجبكم، تخيل حطوا لك صورتها من اللي كانت كلها مشرقه بالسيكاتريس في الكلينيك استاتيك، ونيفها منفوخ بالجرح، وفمها منفوخ، وعينيها زرقاء. تخيل هذيك هي هذيك، الله زيد ليزيفي سبيسيو. فهنا الرجل ماشي هو الذكر. الذكر كيهتم بزاف بالظاهر وبصيغه المتعين الاولى، عاد كيهتم بالجوهر. الراجل يقدر يتجاوز الجماليه ويدخل للجوهر، لان المهم في العلاقه الزوجيه هي تتمحور حولاش، حول زوجين اللي غادي يوليو اب وام ووليدات. شحال من وحده جميله وواحد جميل، غير مرة حملات وهرب الراجل، غير المرأة ولدات مابقاش معها في الصبر، غير المرأة كتوحم. كنعرف انا السيدة كتوحم تقول راجلها نوضي انت جيبي هذيك الحاجة كتوحمي. بزاف الحالات تولي المرأة غدا في الليل هزت الطونوبيل مسكينة تقلب على رمانة شهاتها ولا على عنبة. ولدها جاتو السخانة في جوج الليل، الراجل ما خرجش من الفراش حتى كطيح. قال لها عيطي لباك، عيطي لخوك على الدكتور من يجي يديوه. تخيل السيدة كتقول لي كتدي ولدها للطبيب، كيهز لوردونونس كيديها لجدو باش يشري ليه الدواء. علاش؟ لأن قالها لي. قال لها سيدي انا غادي نكون بوليدات نهار اللي مرضوا. قال لها با، قال لي. كتقول لي با، قالها في واحد الليله ديال الضحك، كبر بيك مره ولا جوج، نهار الولاده خلص كلينيك، ولا فيما كاين شي اوردونونس كتحط عند باها في البيرو، والسيد راه بالصلاه ديالو كيتخلص. شتي هاد الامور هادي شنو هما الرجال؟ الرجال كيهز المراه من حال ويحطها في حال. ما كانتش كتضحك يرضى تضحك، ما كانتش كتقابل الجمال يرضى تقابل الجمال باش بالحال ديالو. فهاد الامر سيدي سعيد باقي ما ناضش، بغى يبين لنفسه ويحسس نفسه انه قادر يجيب مرة لعنده، وجابها. فاطمئن على القدرات ديالو الرجاليه بانه كيقدر يجلب مرة، ولكن باش يعمر بلاصتو حداها ركبوا الارتباك. نصيحتي ليه يتأنى شويه حتى ينضج، لان هنا غادي يعذبها مسكينه. لان يعني الراجل لما كانش قادر يعمر هذيك البلاصه كيولي مرته ما يبرك معاها، ما يتعشى معاها، ما يخرجها، وكتولي مسكينه هي من المعلقه، ما هي مزوجه ما هي ديال راسها. من الاحسن يخليها دراسها ما يعدوش هذه السيده هذه. واخا بروفيسور، بالنسبه لنصيحتك لعبد العزيز من المحمديه، هذا الامر هذا انا راكم عارفين الراي ديالي فيما يسمى الحب، انا لا اؤمن به في الاول. انجذاب ديال النكاح، الغرام، الهواس، الحماق، شيء موجود. اما الحب كي تقول مكلتون يا عيني عليه، ما فين هو؟ ما كاينش مواليه وما كاينش حاله، وخصك تلقى معامن، خصك تلقى معامن. شتي الفرحه اللي ذاك الشاب البارح من شاون قال لك كيدير الموسيقى، وقلت له رانا ولدي نسمعوك رانا. فشنو درنا لاله؟ فتحنا ليه المنبر ميد راديو، يكون هو الفيترينا، هو الجمهور ديالو، وهو كفنان ناشئ يعطينا من الذوق. فهذا هو الدور ديال الاعلام، هذا هو الدور المثقف، انك كتعطي منبر لاخر فين يعطي. ملي كيقول لنا واحد ولا السيده كدير الشعر تنقول ارنا لاله،
ملي استضفنا صديقنا وحبيبنا سيدنا نعمان سيدي نعمان الحلو، شوف الفن، شوف المذاكره، شوف الموسيقى، خصك تلقى مع من يرد عليك باش يمكن لك تقوم بانجاز واحد العمل ثقافي. انا الحب بالنسبه لي هو عمل ثقافي، هو ملي كتجلس مع الشريفه مولات الدار، درنا الوليدات، درنا الدغيمات، درنا الفريشات، ارانا شي وليدات ديال الافكار، ارانا شي مشاريع ديال الافكار، فكره تخليها عند مرتك نهار اثنين وتلقاها كداول فيها في عقلها الثلاث وكداولها في عقلها الاربع، شتي بحال شي 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 مؤسسه فكريه كتحافظ لك على الافكار، كتنبتهم لك بحال بحال داك البيبينيير. تخيل نهار السبت ملي كنبركو نشربو كاس اتاي وتقول لك شريفه، واش شريف واش عقلتي الفكره ديال نهار اثنين؟ تنسيتي الفكره، هنا فكره، وهذاك الحاجه اللي قلتي كذا وكذا وكذا، راه لقيت فيها هادي ولقيت فيها هادي، وشنو بالك تذكروا فيها دابا؟ الله يا ودي هادشي كله حللتيه في هذه الفكره، راه بنت عمي راه وتتحل الموضوع. تخيل اثنين عطى الثلاث الاربع، ماشي الضو، الماء، خيزو، بطاطا، اللحم، الحليب، الدواء، السيرو، هادشي هادشي جانبا درناه، هادشي كيدار، هذا الواجب هذا. وراء لي حلاوه ثقافيه، شوف لالا بحال ملي حنا كنخرجوا، وهذه الله يجازيك بخير انت عليها بعدا، والله يجازي ميد راديو على هذه الثقافه اللي عندكم. ملي كنخرج انا عندكم استوديو كنخليك محافظه على لي نوت ديال الحلقه، كتقاديهم في الميموار ديالك، كتسجلي النقاط ديال تساؤلات المواطنين. ملي كنجي للاذاعه بنص ساعه كنبركو قبل نبدا البرنامج، كطرحي اسئله، كنتذاكروا. تخيل عندنا واحد الخط معلوماتي ثقافي في استمرار، ماشي كنجيو بحال دوك الجزاره ندخلوا للاستوديو ضرب عطيه ضرب عطيه ضرب عطيه، السلام عليكم سير فحالك. تخيل كنبقاو بالايميل تترسلي ليا ونرسل لك نقول لك استاذ هذه النقطه، تقول لي هذا الموضوع، تقول لي هذه، وتقول لي شتي هذا كيعطي ان كور، كيعطي واحد الجسم، شتي هذا الجسم هذا سيدي ربي كيبعث فيه الروح، تيقول لك انتم ما درتوه، درتوه جسم بيناتكم معنوي وانا غادي نردو مخلوق. فغدا بعد غدا ملي واحد الشخص كيقول لك وراه واحد البرنامج ناجح، باش ناجح؟ بالنيه اللي غلغلوا فيها مواليها وردوها صدق، نيتنا في البرنامج صادقه، ماشي كنجيو نحنو صوتنا ونبحبحو صوتنا ولا، وكنفكروا كنتعبوا باش نلقاو الموضوع اللي غادي يستانسوا به الناس ونجاوبوا به اسئله الناس. فشتي الحب اسمى وارقى من هذا، لانك مشروك مع واحد في الدم واللحم في العشره وفي المال وفي القانون وفي كل شيء. فملي يجي واحد الشخص ويقول لك انا كنحب، كنقول له يا وليدي راك درتي غير العنوان، باقي ما الفتيش الكتاب. عندك صحاب حيت حطيتي العنوان ديال الكتاب راه تكتب لك ورقاته، مازال وليدي راه غضرب المقدمه وراح لك العرض، اما الخاتمه علم بها الله. اذا مستمعينا فاصل الان قصير، غادي نرجعوا نواصلوا برنامج بكل وضوح. لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر، مازال كنستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه. غادي ناخذوا مكالمه اخرى. بشرى من الدار البيضاء. الو الو بشرى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كي دايره سيدي دكتور؟ مرحبا لاله بشرى، لاباس عليك؟ لاباس. راك غني عن التعريف، تبارك الله عليك، وراه هذا اتصال ثاني بك. مرحبا اختي، كتخموا هذه باش اتصلت بك اسيدي. مرحبا بك لاله، مرحبا بك. وانا اش غادي نقول لك، انا الا ما سمعتش البرنامج ديالك هذه من نهار اللي بديتي ما تيدوش عندي النهار. لا اله الا الله، احبكم الله ورسوله. الله بارك الله فيك، شكرا. لكن في عروقنا تعقولنا وداكشي اللي تتقولنا تنطبقوه، والحمد لله كاين ربي كيجازيك والحمد لله. الحمد لله اختي، بارك الله فيك لاله، بارك الله فيك. هذه سيدي كتخمو اتصلت بك، وكنت دويت لك اسيدي على ولدي كي 13 اللي دخلت البيدوبسيكاتري ديال بن رشد. بيان سور ما تعقلش لانه تبارك الله الخير موجود، تبارك الله. حيت عرفتي اونتخ دو بون، ما انا بيدوبسيكاتري تبعت له تما وسولتيني قلتي لي واش توصلوا للدياغنوستيك ديالو. صافي عقلت وكنت اتصلت بهم. يلا سي 4 جور ربي يخليك، حيت انا ما قدرتش نسولهم داكشي كيبقى بيناتكم. اتصلت وسولت على الدياغنوستيك وصيت واحد الدكتوره الحمد لله وراها. ايه هما دو ميدسان زعما اي سون كومبيتون الحمد لله.
هو دابا الله يجازيهم بخير كنحيي الشباب ديالنا ديال ابن رشد الله يجازيهم بخير في هذا السبيل. تبارك الله عليهم كيديروا بجهدهم واخا حنا كن اون بسلامه تي تيزعمونا وكيعيطوا لنا زعما تبارك الله عليهم زعما ما شاء الله ما يديرهاش واحد في عنده كابيني كيديروها تما زعما هادو ناس كيحبوا الوطن هادو مواطنات صالحات بلادنا تنشوفهم دي زوتيست كيفاش انا تنمشي كل ناقص كنمشي انا راجل معاهم كنحييو الدكتوره ليندا الراشدي والحمامات اللي معاها والسيده بنجلون الله يجازيهم بخير ناس كلهم تبارك الله الله يخليك زعما كلهم الوغ ولدي كنت كنحب لي اوتيست يعني بلو زعما ما لا سي فري ما با اوتيست عنده ان غوطار ودابا انا شنقول لك دابا المشكل اللي عندي هو ولدي وانا ما عرفتش باش نبدل لك دابا ولدي تبعته ملي بدا القرايه وانا متبعاه هذه نافون حتى داك 13 عام وانا كنكافح كنكافح بحال كندير الجهاد ما حيتش لولدي ما حيتش راجلي ما حيتش لولدي صغير الاخر نربي احسن تربيه بنصائح ديالك ولكن دابا انا وصلت لواحد الدرجه ما بقيتش عارفه اش غادي ندير لولدي سيرتو ملي قالوا لي لي ميسان خصو يرجع ليكول ما درنا له اني بلونش هو رافض ليكول ورافض لا شوت ورافض انه هو عنده دابا راسو مسكين دابا عقلو على قدو تي ما يقدرش لي مافيغ كله ما كنسمع البرامجك وما نقدرش نعبر كيتلفوا لي لي مو باش نقول لك دابا انا تنقول ولدي ما يديرش دابا ما يقدرش على لي ماتيغ 13 ماتيغ عنده ما يقدرش عليهم ما يقدرش على هادي وما يقدرش كنفسر لهم تنقول له الا دخل اون ماتيغ ما يقدرش يدير لا ديكتي ديال توت لا ماتيغ ني فرونسي ني اجتماعيات ني هادي ولدي ما يقدرش حيت انا تبعته وعرفته ديجا انا كنت كنلخص ليه الدروس كنت داري مع عمره بالمعان وعمره بالمعان عمره غير مكتوبه وعمره بالتفاتر مع ولدي كنطلعوا دابا انا بغيت غير نعرف شنو ندير لان دخلت الا دخلنا على الايكول نورمال لي كوليج ما يدير والو قالت لي لي ميدسان قالوا لي نديروا ليه اون باراليل مع ماشي دي كوتش مي وساكوت خصنا ندخلوه ما يدير والو هو تيقول لنا ما نقدر ندير والو ماما ما نقدر حيت اي كومبونس لا 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 شوف كاينه واحد المؤسسه خاصه حلات في الدار البيضاء هذه المؤسسه هذه كتعطيهم تم دروس بواحد الشكل منظم على القدرات ديالهم اييه غادي نرجعك للستوندار وغادي نصيفط لك باغ ايميل الاسم ديالها للاسف راه شويه غاليه راه للاسف غاليه شويه ولكن هما شنو كيديروا كيسجلوا الوليد في الكناد كيسجلوه في مؤسسه فرنسيه ديال لونسيمون ا ديستونس راه تما ان عملنا ربي يا ربي يا ربي بغيت نخرج عليها كل نهار بالتعليم في الانترنت في المغرب باقي ما عندناش ما كان عندنا كنديروها من غدا فهاد المؤسسه كتسجلهم في الكناد وكتدير لهم اساتذه في واحد الموضع عندهم دايرين هما واحد الفيلا هنايا في الدار البيضاء واحد الموضع زويون فيه جردة وهذا فالدري كيقرا جوج مواد في النهار على حسب جات هما في لونسينيمون ديستونس ما كيحسبوش العام بحال العام الدراسي ديال المدرسه العاديه ما تيحسبوش غيسالي في شهر 6 فوقاش ما كملتي القرايه يعني يقدر يقرا عام في عام ونص يقدر يقرا عام في عام وثمان شهور ما تيتقراش السيكل الدراسي في سنه لا لا كيقراو الصيف السبت والحد دائما الكومبوس الكترونيك مفتوح ففي الدار تيعطيوهم واحد لو كيد واحد الطريقه باش يتعاملوا مع الدروس كيصيفطوا لك واحد الطابلو ديال التوجيه ها المواد اللي دخل ولدك ها المواد اللي باقي ما دخلش وعندهم وسائل الدعم خاصه كباركا لكل وليد عندهم ان كومبوس واحد اخر الكترونيك شوف الناس ما كاين غير لي كومبوس الدعم بري اون لين الدراسه الاساسيه فوندامونتال اون لين كل شيء اون لين ها حنايا اللي دوله ناميه وما عندناش الاطور لان الاطور اللي كتقري مزيان فين جات راه جات في واحد العدد المدن في المغرب معروفين دار البيضاء الرباط فاس مراكش طنجه اكادير هادو من المدن الكبار اللي متكتلين فيهم الاساتذه ايوا المدن الاخرين المدن الاخرين فيهم اساتذه الله يجزيهم تيقري مزيان ولكن ما عندناش الامكانيات اللي عند هاد المدن الكبرى وكان عندنا الكمبيوتر الالكترونيك وكانت العائله يمكن ليها تسجل ولدها خاصة على الأقل نبداو غير بهادو ذوي الحاجات الخاصة تخيل نبداو أن كومبيوس خاص غير بالوليدات عندهم اضطراب إيش من صعوبة علاش ما قدرناش نديرو علاش أنا تنطرح سؤال على المغرب وعلى المغاربة علاش ما قدرناش نديرو الكومبيوس الإلكترونيك في المغرب يقرا وليداتنا كنسمعوا به كمشروع
كنسمعوا به خطابات في عند الناس ديال السياسه، كنسمعوا به كاشهار هذه سنوات، علاش ما قادرينش نوضعوا ويدار واحد 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 لابيل دوفر لجميع الانفورماتيسيان في المغرب موجودين، المعلمين موجودين، الناس الكتاب المؤلفين موجودين، والقطاع الجمعوي والمحسنين الفكريين. عرفتي راه كاين اساتذه، انا كنعرف واحد الكاتب عنده 300 كتاب للرياضيات، 300 مخرجهمش مخليهم في الدار. وحنا دابا معاك قلت ليه واش، قال لي يكون شي عمل خيري نعطيهم انا كاملين. تخيلت ولي باس دوني المغاربه يشاركوا فيها كاملين، المغاربه قرايه ديال الرياضيات ديال الفيزيك ديال العربيه ديال الفكر الاسلامي التربيه الاسلاميه الفلسفه، توحدين باس دوكيمونتير الهبال الهبال تولي طابي على باس تك تك خرج لك كل شيء. تبغي مساعده تكتب في الباس دو دوني كنحتاج استاذ الله يخليكم يساعدني في الماده ويدخل معك على الخط 20000، تخيل تخلصوها 50 درهم. في المغرب شحال تبارك الله كاين واحد كيقرا؟ شحال؟ 260000 اللي كيتخرجوا باش كياخذوا البكالوريا. تخيل ملي كتم غدا واحد 260000 الى الى الى, إلى خدينا منها 10% ميزانيه 50 درهم. تخيل قدرنا نديروا تقنين لي ترانزاكسيون فينونسيير بلا كارت بلو في المغرب. وانا حاليا كمستهلك الانفورماتيك في المغرب كنطرح لهذا بيمون ديال بلا كارت بلو في الانتر في الانترنت في المغرب، كنطرح لهم سؤال، علاش كتاخذوا 0.5%؟ علاش؟ علاش؟ بغيت انا ندير شركه نبيع في الانترنت وواحد غيشترك معايا بزز. علاش حنا دائما عندنا في المغرب هاد الفكره ديال الهيمنه، دائما دائما الاحتكار على واحد البلاصه وتسمر المواطن شي حاجه دائما. ما كاينش الخدمه في سبيل تنميه البلاد، دائما الخدمه في سبيل تنميه الجيوب ديالهم. سؤال، علاش مقاوله في المغرب محتكره على هذا القطاع؟ علاش محتكره؟ علاش محتكره؟ تبيع وتشري، عطيك انترفاس هكا، انترفاس كتعطيه لك وتتقول لك كتب السميه والكنيه 0.5 من الترانزاكسيون. علاش تاخذي معنا 0.5؟ علاش تاخذي معنا؟ فاكتوري لنا خدمتك، قول اسيدي خدمتي ب 5 الملايين، خدمتي ب 10 الملايين، عطينا خدمتك كيف حالك. سمعتوا شي واحد جدوى على هذا الشيء؟ سمعتوا شي قانون خرج في هذا الشيء؟ سمعتوا شي مؤسسات دخلت في هذا الشيء؟ والو، علاش جاوبتي عمرو في قنتخر؟ فدائما حنا الحاجه اللي فيها مص وحيد الدم وجلب الزبده والشحمه حيدها لواحد هذاك مسكوت عنها. وهذه اللي عندنا فيها الغرض، هذه هي ديال التعليم في الانترنت اللي خصها تكون اسبق من لي ترانزاكسيون فينونسيير. راه قلت لكم كل ما هو سيما وعقار وكل ما هو فلوس الدول العربيه كتجيب ليه السي اي تحضرها تحضيها، كل ما هو اجتماعي كل ما هو مواطن كل ما هو ثقافي والفقراء لك الله والشريف، هذا هو اللي عندهم، عندهم الله وعندهم الملك الله ينصره ويحفظه. وتخيلكم ما كانش دابا الشريف اللي حارس في الاندياش وحارس، خص كلشي يقوم به هو كلشي، يعقل البلاد توقف كلشي كينتظر، ما كاينش مؤسسات ما كاينش افكار. علاش ترانزاكسيون فينونسيير في الانترنت تحتكر عليها مؤسسه؟ علاش؟ يا اما نديروا 10 ويكون عندنا المنافسه، يا اما تحيد باش المواطن يكون حر في راسه والمقاول يمشي حر في راسه. علاش انا النهار اللي مشيت سولت وقريت الامر كتب ما نديرهاش؟ والله ما نديرها، انا باغي ندير واحد الخدمه في الانترنت. ملي سولت البايمون الكترونيك خص واحد الشركه وحده، وحده ما عنديش اختيار، داك الشيء ما بغيتهاش. ومني انا عدد ما باغيش يديروا المشاريع ديالهم في الانترنت لانه واحد فرض علينا الهيمنه ديالو. واش حنا في 2014 نرجعوا للعقليه ديال 20، شحال هذه في العشرينات انا مدخل لاسبيرين، حتى واحد ما يدخل لاسبيرين وتتلقى احتكار في الديوانه، انت هي مدخل لاسبيرين ما تدخلهاش، راه مدخلها قجيجو وتتمشي عند قجيجو، الله يخليك قجيجو اعطيني على فكره وخسر حيت انت اللي شاد الاحتكار ديال بينيسيرين. دابا تحيد قجيجو تحيد بينيسيرين ومازال رجعنا في الانترنت، لا حول. ناخذ مكالمة أخرى بروفيسور من الدار البيضاء دائما، معنا بشرى. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا دكتور دريفي، مرحبا بك على هذا البرنامج. مرحبا لالا. الله يخليك، هذه المرة الثانية اللي كنعيط لهذا البرنامج ديالكم إن شاء الله. الله يخليك، كنت سولتك على واحد لو تخوبل دو لا ريسبيراسيون عندي
وكنتي قلتي لي ندير واحد التحاليل ديال المعادن. اييه ياك أيه؟ بغيت نعرف واش حيت ما كملتش معاك الهضره بغيت نسولك واش هذا سي طروب بسيشيك ولا خاص لا عضوي ما عرفتش خاص بعدا يتزولوا جميع الاحتمالات العضويه il faut éliminer le diagnostic physiologique من ناحيه ديال الطب العام ديالك غتشوف غير الطب العام ديالك شوف الطب العام اميتسا جينيراليست ديالكم وهنا وهنا الله يخليكم كنصحكم باش تحافظوا على علاقه مع اميتسا تريتون الله يجازيكم بخير دابا الاشكاليه واحد كيبقى يمشي مره عند الطبيب العام ولا غدي يمشي عند واحد اخر ولا غدي يمشي عند اختصاصي ولا غدي يمشي عند واحد اخر ما تيتكونش واحد الملف معلوماتي حول النوعيه ولا نامنيز ليستوار تاريخ الامراض العائله لان راه كاين امراض وراثيه عضويه وكاينه وراثيه بنيويه وكاينه وراثيه ثقافيه فملي طبيب ميدسان جينيراليست كتمشي عنده الام والاب يتبعوا عنده الوليدات حطوا ولادكم عند واحد البيدياتر نهار يتزادوا يبقوا متبعين عنده باش البيدياتر يحفظ الدوسي ديال ولادكم المراه والراجل ديروا واحد ميدسان جينيراليست يمشيو عنده يحفظ الملف ديالكم باش ملي كيوقع عليكم ريزيستونس لواحد الدواء كيسهل على الطبيب كي كتقول له هذاك الدواء ما بقاش كيعطي في البلاصه كيقول لك وخذ هذا وخذ هذا اما الا مشيتي عنده جديد راه خصو مده باش يحفظك ويعقل عليك ويعرف الاعراض ديالك وثم يبدا يعطيك الدواء المناسب او تخيل واحد الطبيب جرب فيك عدد الادويه وعاد طاح على الدواء اللي صالح لك غتمشي عند واحد اخر خصو يعاود يجرب فيك تا هو كل شيء لان كاين الدواء ديال التونسيون اللي كيبقى يقطر العين كيدير لك الدموع في العين يلا ها هو غادي يقاد لك التونسيون وغادي يزير لك هنا العين كاين واحد الدواء اللي كيطلق الماء يلا كتولعها غادي المرحاض كاين واحد الدواء كل دواء عنده بلاصه كيقادها وبلاصه كيخربقها الطب العام ميدسان جينيراليست الله يجازيهم بخير في المغرب عندهم تجربه وكفاءه وحب المهنه فكي كيحفظ المريض ولكن الا بقيتي كتداوم عليه مع دال سافرتي مدينه مدينه ولا فحنا الثقافه ديال ميدسان تريتون شويه باقا ناقصه في المغرب اذا مستمعينا فاصل موسيقي وغادي نرجعوا نواصلوا برنامج بكل وضوح اذا غادي ناخذوا اخر مكالمه معنا معنا خديجه من مراكش الو اهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيداري لاباس مرحبا لاله خديجه مرحبا مبروك عواشر بارك الله فيك شكرا فرحانه بزاف مرحبا بك الله يدوم عليك هذه الفرحه ما باش نقول لكم من نهار بديت وانا تنعيط ما بغيتش شد هذا الخط الله الله ها هو شد اليوم ها هو شد الله 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 مبروك العواشر مرحبا الله يبارك فيك المهم بغيت نعاود لكم ونفوج شويه معكم مرحبا مرحبا المهم انا هذه تقريبا سنين باش نزوجها عندي بنيه عندها عامين وخمس شهور المهم انا خدامه راجل ديالي خدام والوالده ديالي مكفله ليا بالتربيه ديال البنت المشكل اللي عندي مع الزوج ديالي انا من نهار يعني تزوجت به وانا ديك هي اللي قال عليها هي مقمله زعما كبر مني بسنين هو عارف عليا وانا من يعني كنت منين انا قاعده في دارنا من فاش كنت في دارنا ما تنخرج بوحدي ما مخلطش مع الناس بزاف يخافوا عليا بزاف ونهار خرجت خدمت وخدمت في يعني بعيده بزاف على دارنا وما عنديش تجربه في حتى شي حاجه المهم انا اللي بغيت نطبق في حياتي ما داكشي اللي شفت في دارنا يعني الاحترام والتعاون لا ماديا ولا معنويا وكل شيء المهم انا تنقول كبر مني هو عارف عليا صدق داكشي تقلب عليا بحالاش يعني سيد ولا بيدير بيا شي حب منصب شي حوايج ليا فوق 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 استطاعتي منين نهار فقت وبغيت نقول ليه لا تما كبداو المشاكل يعني مين وليت نقول لا ومين وليت نعبر نقول لها ودي بالعقل راه داكشي حنا ما نقدروش نوصلوا ليه يعني عطيني شي امثله لاله خديجه اش نقول لك كنا ساكنين في بارت ما على قدنا كانوا تيقطعوا لي في مامطو القياس جا يعني تحس النهار فاش بدات تحسن مامطو نضو تيبانوا لي فيلات ونضو ما عرفتش تيبان يعني شي حاجه اللي فهمتي شي حاجه اللي بعيده علينا حنايا شويه وليت انا ما قداش انا ما بقيتش تنبان ليه ملي تنقول لا انا ما بقيتش
عاجبه انايا. واش هذا الشيء تأويل من عندك ولا قالوا لك؟ هو قالوا لي فوجي على اللي تيبي يضحك معك مثلا وتيقول لك انت ما تعرفيش تضحكي، واش اللي تيبغي يضحك مع مرته تيبي عيب لها مثلا في الخلقه ديال الله سبحانه وتعالى، يعني في شعرها في رجليها في يديها، ويكون تيقول كلام زين وفي المقابل تيبي يقشب عليا باكاك وهو ما تي فهمتي ما تيمدحنيش وباغيني انا نقبل منه يعيبني بصريح العباره. عاد فوقاش كي قلت لك انني هزيت كريدي على قبله وما درت معاه لا ورق لا والو، يعني نحس بعاطي عليه هكاك. برقات وجهي لا غد اليمين شدو اش نقول لك، لا حول ولا قوة الا بالله. هادي يعني فاش كنت حامله ماشي كي العيالها تنطحهم كي الناس داكشي ما كاينش، انا هزيت راسي براسي في كل شيء الا يعني في كل شيء في كل شيء في ولادي في حمالتي في كل شيء. دابا هز راسي وهز بنتي ما تيعطيني حتى ريال، ثمن الفلوس نهار قلت لي عطيني فلوس على اللي تيعطوك في الخدمه دار فيا وفضحني قدام دارهم اش نقول لك. والاخر ما كاين هادي عام ما يقول لك باغي يتزوج وشكون اللي شهد فيه وانا تيقول لي هاد الهضره. انا كان تيقولها لي تخيل تخيل دابا الجرأه تيقولها لي تيقول لي بغيت نتزوج من طن 18 طن في صحاب ناس تيضحك تيتفلى بنت زوجها اللي دير لي واللي تفعل لي وتشري لي ودير لي يعني ماديا. من تنقول لي انايا واش بصح اش تقول وتنحمر في العين وتنغوص تيبدا يجي يضحك يقول لي انا راه تنتفلى معاك صدق داكشي بصح. ودارهم جاو تيقولوا لي صدرني واحد يومين دار لي سيرتيفيكا في الخدمه وصيفطني لدارنا. منين عيطوا لي دارهم تيقول لي كي دايره انت علاقتك بخونا وكذا، قلت لهم انا راه كاينه في دارنا علاش تقولوا هاد الهضره؟ وقال لي ما تقوليهاش لهم اودي راه راجلك بغى يتزوج عليك هادو راه دارهم. المهم تقردانه في دارنا حنايا ونصمو وعاد وليت تنفضحو هاش تيدير وهاش تيدير وهاش تيدير صدمو فيه عائلته. المهم نهضو تيبوسو ليا في اليدين وفي الرجلين انا ما اش نقول لك طيحت بكلمه دارنا لانهم ما بغاونيش نرجع ليه طيحت بكلمتهم وحيت مو بهزت ليا اليدين والرجلين كيف بها لك نرجع وين رجعت اش نقول لك الطريق تيقول لي ايه درت شوي تيقول لي لا ما درت وين رجعت داكشي كلشي نسى دار بحال ما كاين والو. تخيل حتى انه يعترف انه راه دار شي حاجه ما اعترفش ما اعترفش انه راه غلط في حقي ولا لالا خديجه لالا خديجه لو بيرفير شكون هو لو بيرفير اللي عنده سهولة في القيام بفعل الفجور وعنده مبرر ليه مش يقوم بالفعل الفجور فقط لك يبرر. يعني الراجل بشازنا وحيت مرتين فرطة فيا كما كانش مفرطة فيا وما كنت مخصوش في داري ما غزنيش وهو البيرفير جاك لاكونت يحلو بواحد الشكل هائل تيقول لك البيرفير il va vers le père. C'est une tentative d'inscription de l'autorité qui a failli. لأن العلاقة مع الطاعة راه فيها خير كثير للناس. الناس كيسحبوا الطاعة راه كاين خوف من شيء وخشية الشيء. نحن نخاف الله ونخشى الله. وفرق كبير ما بين الخوف من الله وخشية الله فرق كبير. فلو بيرفير هو واحد الشخص ما دارش ليه لو فيغو ما دارش ليه القفل بابه مترع الباب المعنوي مترع غير كيهب الريح فيه كيتحل. اما اللي مقفل واخا تيهب الهوى ما تهوى الانفس الذي دينه هواه اللي بابه مقفل واخا كيهب الهوى كيتزعزع الباب ما كيتحلش. اما اللي ما عندوش القفل بابه مترع غير تهب نسمة الهواء تيترع الباب. فنصيحتي للا خديجة هو لو بيرفير القفل ديالو هو القانون فكتبقى معاه في صيغة طيبة الاداب كتقول لي اخويا ما نرجع لك تندير واحد الكونترا ما كنتيقبقاش نتيق انا مشيت خديت سلاف ودوزتو الكبيرمون من حساب لحساب غدا ولا بعد غدا طلقني تنكرني فيه بالزربه
مي غنرد فلوسي؟ انا نخلص في طريطه وانت يا واكل الكريدي وضحك عليا. اسمح لي يا خويا، حيت كاين امور قانونيه اللي تدار في الحياه الزوجيه اللي عندها عواقب، هي وردوا البال. خصنا نكونوا في النيه، نكونوا في الثقه، ما نكونوش في السذاجه وفي البهلان. سيدنا عمر ذكرتكم بالمقوله ديالو كيقول انا لست بخب ولا الخب يخدعني، انا ماشي كامبو وما نخليش شي كامبو يضحك عليا. هذا سي ان بيرفير، ولو بيرفير عنده واحد الصوره، عنده ان ايغو ديسبروبورسيوني، عنده صوره على نفسه بواحد الشكل خيالي فايت الواقع بالنسبه للو بيرفير، بانه ال دوا لو ميريتي، خصها تستحقه، كانه هو هديه من السماء لها، كانه هو هيبه من السماء لها، وبانه هو في صفته الموهوب، وبانه هو امير زمانه في وقته، وبانه هو في واحد الجمال لا نظير له بحال سيدنا يوسف، وبانه في واحد العرف لا نظير له بحال سيدنا سليمان، وبانه في واحد الجلاله لا نظير لها بحال سيدنا رسول الله، فاجتمعت فيه الصفات المتلى العليا، وبانه هي العبد الأمة الضعيفه اللي كتاكل وكتمشي للمرحاض خصها تعبده. شتي لو ديسكور انترن ديالو هو فهاد الصفه هادي. فهنا كيخصنا حنا نتقبوا هاد البالونه هادي، هاد البالونه الخياليه كتتقب. باش كتتقب؟ بواحد البرا سميتها القانون، تتوقفوا على حدو بالقانون. البيرفير يخشى كيموت بالخلع من جلاله العداله. شتي عادي يوقف في جلاله العداله، يا في عقد، يا عند عدول، يا عند كاتب، يا عند محامي، عادي يوقف قدام العقود. وانا كنقول انا متاح انتم كنعرفهم كنلعبهم، ماشي وقف قدامي بيرفير سواء ذكر او انثى. شتي غير كنزل الصيغه القانونيه في الوثائق تولي صفر، كيمشي ليه اللون، لانه هو تيبغي لو رابور ميلو، هو دائما محلون معسل، عاد حدو يلحسك، عاد يلحس لك هذاك المياله ديالك وعاوتاني يهرب. فملي تدير القانون كتاخذ الاشياء بقدر، كاس حقك كاس، بغيتي جوج كيسان جوستيفي، بغيتي ثلاثة. فنصيحتي ليها مادام انه وقع هذا الامر، ترجع بالصيغة القانونية، تقول لي يا خويا بعدا غتوثق ليا داك الكريدي اللي عطيتك، دير لي واحد الاعتراف الدين وراه ليا، وكيفاش غتردوا ليا؟ واحد جوج، هاد الضحك هذا ما عمرني نسمعو منك، ما نقبلش تتكلم معايا بهذا الكلام هذا، ما نقبلوش، لان الميوعة كتبدا بالكلام. واحد السيدة في المكتب ديالها تيتصرعوا عليها الزبناء ديالها، ودائما تيدخل معاها في شي علاقات ما هياش، واحد النوبه كتستفسرني قالت لي اش كيوقع. فجيت واحد النهار للمكتب وكنتصنت كيفاش كتتكلم مع الزبناء، حتى كنسمع تيقول واحد النكات، نكات ما كاين غير من الصمت لتحت. هي كملت المكالمه، دقيت المكتب، دخلت عندها، قلت لها لا لا علاش كتضحكي معاهم بهاد النكات؟ وقالت لي راه حنا زعما بحال الخوت. قلت لها لا لا لا، اللي عاود لك نكته اليوم والفم ديالك على التليفون وهو فمو على التليفون، راه بحال اللي فمو على ودنك، راه بيناتكم على التليفون ولكن راه الفم ديالو راه على ودنك. اذا ملي هو حط ودنه، حط فمو على ودنك في التليفون، هو قلب اليوم يجيب الفم ديالو على فمك ديريكت. اش داك؟ لا لا، دخلوا في هذا الكلام هذا، حيت اش كيقول المغاربه ملي كانوا كيلعبوا، اش كيدير لك ولدي، اش كيدير لك بنتي، وكان تيدير لي الكلام. راه أطفال راه صغيرين كيفهموا بالذكاء العاطفي. ما معنى كيدير لي الكلام؟ أنه بدا بالكلمات وثم غيدير باساج لاكت، فيغوياج باغ لو جوريديك، وتوجد راسها في أي لحظة. لأن البيرفير من أخطر الاضطرابات في الشخصية اللي صعيب التعامل معها، باش ما كتعالجش إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، هي لا بيرفيرسيون ا توندونس سيكسويل. من الويل الكحل اللي الفيغوياج ديالو خصو الإقلاع، خصو التوبة، خصو مصاحبة أهل الخير، خصو الحفاظ على اللغة الطيبة، خصو النقاهة في العيش، خصو القناعة، خصو واحد الترسانة أخلاقية باش تغلب على البيرفيرسيون. إذا فاصل أعلنوا، غادي نمشيو لقراءة بعض الأس إم إس اللي كنتوصلوا بها دائما على الرقم 5080 في برنامج بكل. إذا مستمعنا نمشيو لقراءة بعض الأس إم إس. بروفيسور معنا إس إم إس من عند منال من دار البيضاء. سلام بروفيسور، راجلي كيقول على راسو منحوس حينت الخدمة اللي كيدخل ليها ما كيكملش فيها وكيوقع شي مشكل، أنا باغا نعاونو فشنو ندير؟ أولا ما خش الشخص يقول على راسو هذا الكلام، خصو يبقى دائما في حسن الظن ويبقى
في التفاؤل الحسن. ملي تيكون الانسان عنده صعوبه باش يلقى عمل، كاين عمل اللي غيعطيني صفه في المجتمع، وكاين عمل اللي غيعطيني حركه نتحرك. ملي ما تلقاوش العمل اللي نتوما عندكم الكفاءه ديالو، ولا عندكم الشواهد ديالو، ولا عندكم طموح ليه، ما تلقاوش منصب شغل في هذا المجال، سيروا غير العمل اللي تحركوا، تكون الحركه، حيت مع الحركه كتحضر البركه. سير غير الحركه، اي حاجه فيها الحركه، نمشي نتسخر للناس، نمشي نصيب شي جرده في شي موضع، نمشي نعاون شي جمعيه في شي ورش، نمشي كاين 100,000 حاجه دار. راه غير المرصى، انسان يمشي يفيق بكري مع 3 الصباح و 4 الصباح يمشي للمرصى، راه يحرك غير صنادق من بلاصه لبلاصه، ويخلصوه الناس غير بالحوت، ما يتخلصش فلوس، تخلص غير الكروفيت وبالشرغو وبالسردين، تجمع ودير اتصال مع واحد الريستورون تمشي تبيع عليه هذاك الشيء اللي جمعتي في العشيات، تجيب نهارك فيه 300 درهم 400 درهم. كنعرف دراري اللي في ولاد المدينه القديمه احبابي، رزقهم كينظفوا البطوات في العشيه، شنو تيجمعوا؟ كيجمعوا داك الكروفيت اللي تيتخشى في الجوان ديال الباطو، تيخرجوا منه 5 كيلو 6 كيلو، بعض النوبات كيلقاو لونغوست، بعض النوبات كيمشيو لهذاك الريستورا ديال الشينوا تيبيعوا لهم هذاك، كيجيبوا لهم ربي رزيقهم 150 درهم 200 درهم، بعض النوبات كطيح شي بياس عنيت. وكنعرف الله يجازيهم بخير الرايس ديال الباطو، الرايس راهم صالحين هذوك الناس، اللي كيخلي بياسك عطاها لهم هكا كيقول لك دير الدار. اش كيديروا هما؟ تيمشيو يبيعوها 300 درهم 400 درهم بياسه. شتي راه الرزق راه في الحركه مديور، ولكن الحركه ديال المقناع المتفائل، ماشي الحركه ديال الصقع اللي غادي مشائم، حيت كاين اللي غادي الحركه ومغوش ما حاملش راسه. تمشي الحركه وانت مغوبش راه ما يجيكش الفن الحسن، تمشي متفائل، لان هذاك ماشي لعنه، الفقر ماشي لعنه. الفقر تيقولنا عليه الله سبحانه وتعالى: وان مسكم القرح فقد مس القوم مثله وتلك الايام نداولها بين الناس. هذه سويعات مستنا حنا، ومسات هذا ومسات الاخر، وغتمس الاخر وتمس الاخر، هذا باش كنستحقوا تذكير هذه الجنه، لان الجنه راه لا يشقى فيها الانسان وما تيتعب ما والو. فباش تستحق هذاك المقام تما كيخصك لابد ما تخلص واحد شويه الابتلاء، تاخذ شويه الابتلاء. فحنا ناس ملي تنتخصوا ما كنسخطوش، وياكم من السخط، نبقاو في كلام مؤدب مع العائله ديالنا، نبقاو في كلام رقيق مع احبابنا. الناس غير كيتقاسوا لهم فلوسهم تيولي ساخط في السوق ديالو، غادي ناحر في الطريق، غادي ساخط في الصف ديال المخبازه، ساخط في السبيطه. علاش ساخط؟ لان ما عندوش. ولمن توجه السخط ديالك؟ لمن موجهه؟ لمن المجتمع؟ المجتمع كاين شي مجتمع في العالم اللي يقدر يعطي حل؟ امريكا عطات حل، اوروبا عطات حل، امريكا عند الفقراء تما، اوروبا عند الفقراء، روسيا عند الفقراء، دول الخليج بالملايير ديالها عند الفقراء. ما هذه سنه الله في الخلق، خلق الفقير وخلق الضعيف وخلق القوي وخلق الغني، هذه سنه الله في الخلق. فنصيحتي لها انهم توجهوا للحركه، تقول لها عفا خويا انت شوف راه كاين شي موضع تخدم فيه، غير 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 قبل غير روج، بعدا يتحرك. ثم بالمعارف واحد النهار في الحركه انت كتصادف واحد الشخص وكيقول لك شنو كدير؟ انا سيدي التكوين ديالي كذا وكذا. الله يا وليدي وانت كدير هذه الحركه وانت التكوين ديالك، اجي يا وليدي. هذاك هو الفتح، انا فتحنا ربي غيفتح عليه ويجيب له الله تيسير ان شاء الله. واحد المستمعه ليلى زكري من سيدي سليمان كتبلغ لك السلامه بروفيسور، للاسف غير ما كيقبلش ليها الخط. مشكور على تواصلك معنا. وكذلك بروفيسور سعيده من السمره كتقول انه تحياتي لمد راديو والبروفيسور مامون، انت مفخره لينا في السمره والمغرب كله. الله ورسول اختي، فكاين سلام كثير. بروفيسور كاين واحد المستمعه غادي نقرا الاس ام اس ديالها. هي كتقول في الاس ام اس انه هي كونطابل والزوج ديالها نجاوب انا بعد الاستاذ عبد العزيز، ريتها ما يطلع السيستم. سي عبد العزيز، المحمديه بالنسبه لزوجته اللي كتطلب طلاق بحكم انها مغرمه في هذاك الاستاذ ديال الدعم، نصيحتي لك السي عبد العزيز تخوي الدار، ماشي هي تخوي الدار، انت تخوي الدار بالتي هي احسن، انك تجمع حويجاتك وتقول لها شوف يا بنت الناس الحساب من بعد ماشي دابا، وقول لي هذا انا غنخوي الدار وفكري مع راسك.
ان شتي الفراغ كيعطي فرصه للاخر يفكر تخوي الدار، ولكن تبقى في واحد الشروط. تقول لها الله يخليك هذاك السيد ما يدخلش للدار عندي، ما يقريش ولدي، ما يجيش للدار، ها وحده. جوج، انك تحافظ على المعامله مع زوجتك، تصيفط لها الفلوس اللي كتنفقه ديالها، وتصيفط لها وتعطيها واحد المهله، مهله ديال 3 شهور 4 شهور، تفكر بانها راه كتخربق، راه لاعب فيها يا اما لو سندروم ديال لا كريز دو كارونتين، يا اما لاعب شي حاجه من لي سندروم لعبات. اون فوا دازت 3 شهور 4 شهور والسيده ما تعضاتش، دخل انت تطلب طلاق، ماشي هي تطلبو، انت تطلب طلاق، انت صيفط لها رساله وقول لها لا، مادام انك لحيتي وبان هذه المده ديال المرحله ديال 3 شهور 4 شهور ما جعلتكش ترجعي لعقلك وترجعي لمسؤوليتك. الناس كينساو بان عندهم وليدات، وبان واحد النهار ملي بنتها غدير 19 عام وغتبدا هي تصاحب مع واحد وتجي للدار بالطونوبيل حداها وتخرج هي كتويله ويله ويله بنت الحرام اش درتي، ذكرها قول لها بنتي غنفكرك. والنهار اللي ولدها يبدا يجيب وحده عاهره للدار ديالها هي ويدخلها وسط فراشها ويزني في الدار، وتجي وتلقى ولدها كيزني في الدار وتيشرب الشراب وتيكمي الحشيش، وتقول له ويلي ويلي اش كدير الحرام، ديك الساعه غتكون غتقول لها عطيتوا القدوه لولادكم باش ما يعرفوش شنو هي صيغه الوقار. نحن امه الصوم، نحن امه ديال كنلجموا للنفس رغبتها في المتاهات ديال الهوى، ما كنتبعوش لي فونطاسم. لي فونطاسم عندهم اون فونكسيون في لانكونسيون ديفاكواسيون دو لانغواس، ماشي لا رياليزاسيون باساج الاكت. شتي كل واحد داز وبغى يدير الباساج الاكت من ناحيه لي فونطاسم عرفتوا اش كينتظروا؟ تينتظروا يا اما الغم يا اما الانتحار. وسولوا الناس، هما لي زيكسبير كاينين، سولوهم. اي واحد جا عندك وقال لك انايا جي ترومبي امراه، جي ترومبي الراجل، وما اكت فو نافي با اكتيفي لا كولبابيليتي، شنو تيطرا؟ سوا تيمرض الانسان باثولوجي غراف، سوا كينتحر، ولا كيدخل للكول، ولا كيدخل شي حاجه. حيت الا ما تحاسبتيش انت من الناحيه القانونيه، كتحاسبك نفسك من الناحيه الاخلاقيه، ابغيتي ولا كرهتي. علاش الناس كيمشيو لا دروغ والحشيش والشراب ملي كيديروا بحال هاد الافعال؟ غير باش يتناسى، لانه ما تيقدرش ينسى، كيبقى يحاول يتناسى الشيء. واخا بروفيسور، واخا مقاشنا الوقت، زينب عندها 28 سنه، كتقول انها هي كونطابل والزوج ديالها يعني شرطي، حنا واقفين على الطلاق واخا كنبغيو بعضياتنا بسبب الخدمه، يعني انا خدامه في الدار البيضاء وهو في الرباط، وبغاني انني نخلي الخدمه ديالي ونمشي، انا عجباني الخدمه ديالي وما بغاش نفرط فيها ومرتاحه فيها، وهو ما كيقدرش انه يتحول بحكم العمل ديالو كشرطي. شوف لاله، الشرطي من الوظائف اللي كنت كتعرفوني كنوقرها وتنحترمها وتنحبها. راك مزوجة العالم المغربي، راك ما مزوجاش مواطن عادي، راك مزوجة واحد من المرابطين على أمل المغاربة. الدار البيضاء مع الرباط راه ما كاملاش واحد 40 دقيقة ديال التران السريع، راه بحال اللي قلتي ساكن في الدار البيضاء وكتمشي تخدم في برشيد. الدار البيضاء مع الرباط راهم جيران، راهم قراب بالصيغة ديال التحبيب وبالصيغه ديال الترغيب. واخا حبيبي والله يعطيك السر، وما يكون اي خاطرك ان شاء الله، غير قاد شي امر في الخدمه ونرحل، وبشويه ديال الاستدراج وبشويه ديال كذا، وشدوا خاطر بعضياتكم. اما صبحنا غير شد لي نقطع عليك الطلاق، راه حنايا غنوليو شويه مساخيت مع سيدي ربي مع سيدنا رسول الله، هي وتبتوا شويه. كنشكر كل المستمعات والمستمعين الاوفياء على حسن المتابعه والاستماع البرنامج بكل وضوح. لكم تحيات كل من سعيد عقال في الاخراج البرمجه الموسيقيه، سميحه عشوبي في استقبال مكالمتكم الهاتفيه، وخليكم دائما اوفياء لجميع برامجنا على ميد راديو الاذاعه القريبه.